هنتكلم النهارده على الكلينيكال كيس سيناريوز يعني شبيهه باللي ممكن تيجي في الامتحان في الاول. بس انا عايز اطمنكم ان شاء الله الكيس السيناريو دي مش هتبقى صعبه, بس هي انا عارف ان بالنسبه لكم بتبقى مخيفه شويه عن الاسئله الام سي كيو العاديه, على اساس ان هو بيبقى سؤال على تصرف اكتر منه على معلومه, سؤال على بلان اكتر منه على حاجه احنا عارفينها. بس ان شاء الله يعني اغلب الكيسز هتبقى من الحاجات اللي انتوا درستوها تطبقها بقى في شكل كيس. يعني هنبتدي الاول بالاوبستاتريكس. النظام هيبقى ان احنا هسيب وقت تقروا الكيس تمام, وهنحلها مع بعض يعني. فهنقرا دي اول كيس, 27 سنه, قلت عندها قبل كده والده نورمال فاجينال ديليفريز, ما قالش هي ايه بس والده نورمال قبل كده. دلوقتي هي 41 ويكس بريجننت, هير بريجننسي واز ان ايفنتفول, ما فيهوش مشكله, شي از نوت كونتراكتنج, جايه فور بي في اكزامينيشن. انت بتشوفها في الزياره اللي هي 41 اسبوع ده, عشان خلاص هو انا لو واحده جات لك وهي كملت الحمل بتاعها 40 اسبوع هنعمل ايه؟ هنقول لها هنستنى 1 ويك كمان, طبعا بالتستنج نطمن على الـ على الـ على الفيتس ان هو كويس, بس بنستنى 41 اسبوع. بس عند 41 اسبوع انا لازم اخد اكشن. فانت بتعمل فاجينال اكزامينيشن, لقيت التالي بقى بوستيريور فيرم 50% افيز 2 سنتيمتر دايليتد سيرفكس والفيتال هيد ات ماينس 1 ستيشن تمام. ده اول بارت. تاني بارت ري اشورينج فيتال هارت ريت تريسنج. يو ديسايد تو مانج هير بريجننسي اكسبكتنج. السؤال بقى اول حاجه, وات از ذا وومن بيشوب سكور؟ ايه الوومن بيشوب سكور؟ هحطها لكم تاني عشان تحسبوها. احنا هنا عندنا بوستيريور هياخد كام؟ زيرو. فيرم هياخد كام؟ زيرو. 50% افيزد 1 2 سنتيمتر دايليتد 1 يبقى ده كده 2, والهيد ات ماينس 1 ستيشن 2, يبقى البيشوب سكور 4 تمام. في حد عنده مشكله في هنا؟ البيشوب سكور لازم يتحفظ يا جماعه, عشان بيجي كده ان احنا نعمل نحسبه ممكن يجي في شكل ام سي كيو ايه الايتمز بتاعته, ممكن يجي ايه الماكسيمم بيشوب سكور. ده رقم لازم تبقوا عارفينه, الماكسيمم بيشوب سكور 13, يعني اعلى رقم ممكن نحسبه في البيشوب سكور ان هو يبقى 13, واقل رقم طبعا زيرو. هو في واحده ممكن ما تاخدش اي حاجه خالص, تاخد كله زيرو تمام. فاعلى رقم 13, وده جاء مره سؤال ام سي كيو. طيب تاني سؤال, which of the following is an appropriate antepartum fetal surveillance strategy؟ هنعمل ايه للست دي عشان نطمن على البيبي بتاعها؟ نعمل التراساوند اكزامينشن فور فيتال ويت, نون ستريس تيست باي فيزيكال بروفايل, امبيريكال ارتري فيريسومتري دوبلر, اول اوف ذا اباف نون اوف ذا اباف. ها احسن اوبشن ممكن يبقى فيه انتر اكشن كده عشان بس نحس ان الدنيا ان انتم متابعين معايا. ممكن نون ستريس تحب الناس تكتب في الشات ولا تحب الناس تفتح المايك وترد؟ لا ماشي, ممكن نفتح المايك ونرد. تمام, في الفري بقى يا شباب ان انتوا تفتحوا وتجاوبوا الاسئله. ممكن نعمل نون ستريس تيست. حد عنده راي تاني؟ حد موافق ان احنا نختار all of the above ولا نون ستريس تيست بس احسن؟ all of the above. لا, نون ستريس تيست, نون ستريس تيست باي فيزيكال بروفايل دول احسن حاجه, لانه الترا ساوند اكزامينشن فور فيتال ويت مش هيفرق في حاجه, امبيريكال ارتري فيريسومتري مش هيفرق في حاجه في المرحله دي, فهو نون ستريس تيست ده هيطمنا على الفيتال رياكتيفيتي. وباي فيزيكال بروفايل الحقيقه هو في كذا ايتم في الالترا ساوند, فهو ده انف, مش عايزين دوبلر ولا عايزين فيتال ويت استيميشن, يبقى ده احسن اوبشن. دكتور نعم, مش الفيتال ويت هيفرق معايا لو اكتر من 4؟ الفيتال ويت ممكن نعمله اسسمنت كلينيكلي, مش لازم اعمله بالالترا ساوند. تمام. طيب نفس الحاله, your patient is now 10 سنتيمتر دايليتد, خلاص هي فولي دايليتد 100% افيزد و زيرو ستيشن. What is the duration of upper limit of normal for time she tells she deliver the fetus؟ تقعد قد ايه في المرحله دي لحد ما تولد الفيتس؟ كام؟ 1 hour.
other options. حد عنده اجابات تانية؟ 30 minutes لان احنا قلنا في البداية ان هي عندها previous vaginal deliveries. She is multivara. فال upper limit of normal time في المultivara 30 minutes وفي primary gravida 1 to 2 hours يعني. طيب احنا كده خلصنا اول حالة. الحالة الثانية ده example. الحالة الاولانية دي ده example ان دي long case عليها كذا سؤال. يعني انتوا في الاول بتقروا كم سطر كده وبعد كده في كذا سؤال. الحالة دي بقى ده example لحالات تانية. لا هي مجرد هي ده كده الحالة هتخلص السؤال ده كده وخلاص. واحدة عندها 20 سنة pregnant جاية وهي 28 اسبوع لقينا ان هي فيها evident oligohydramnios. Oligohydramnios واضح. Which of the following is most likely fetal anomalies associated with this abnormality. ايه من الحاجات دي بيعمل oligohydramnios. B. Renal lesion. تمام. B. كل الحاجات التانية بتعمل evident polyhydramnios. تمام. كل الحاجات التانية دي كلها أسباب لبوليهيدرامنوس. أنا الكافري طبعا معروف إنه بيعمل polyhydramnios. Obstructive gastrointestinal lesion بتعمل polyhydramnios عشان بيبقى فيه مشكلة في السولوينج. Tracheal esophageal fistula لنفس السبب. Neuromuscular disorders برضو متتفاجئوش بيها. والنيرو ماسكولار ديس اوردر يقصدوا بيها الافكشن بارت للسولوينج ماسل. فبرضه هتبقى بتعمل مشكله في السولوينج فهيبقى فيه بولي هيدرامنوس. لكن اوبستراكتيف رينال ليجن دي بتعمل فده اكزامبل تاني للكيس. في حاجات بتبقى سهله كده مش لونج كيس ولا حاجه. هي كيس صغيره وعليها سؤال واحد. الكيس اللي بعد كده 30 years old برايمي ان سكند ستيج فليبر. هي في سكند ستيج فليبر بقى لها 2 اورز. Fetal head is at minus plus one station in spite of effective uterine contractions. عندها effective uterine contraction بس الست is unable to push as she is exhausted. عندها exhaustion خلاص. هنعمل لها ايه؟ ايه احسن option؟ Assisted. تمام. Assisted vaginal delivery يا اما outlet forceps يا اما ventus. لو انتوا تراجعوا indications of assisted vaginal delivery عامة او الفورسبس كان في واحدة من الانديكيشن كده انه مجرد انه الحالة كلها كويسة وانا مش عايز افاصل السكند ستيج اوف ليبر ولا حاجة. دي كانت انديكيشن تانية بس في انديكيشن اللي هو لو الست اكزهوستد مش قادرة تبير داون. تمام. فده هنستخدم assisted vaginal delivery. ما عنديش اي انديكيشن ان انا اعمل CS. مش هينفع اسيب الست ساعه كمان وهي مش قادره تبوش داون. ما لهوش معنى. السيديشن مش برده مش هيفيدني في حاجه. اجيب اناسيزيا عشان ريجنال اناسيزيا وبعدين بعد ما اعمل ريجنال اناسيزيا هتفرق في ايه. فانا لازم اتدخل هنا ان انا اعمل اسيستد فاجينال ديليفري. تمام. حاله ثانيه سوري في نفس الحاله ديت ان ذا بريفيوس بيشنت 30 minutes after delivery. هي ولدت male fetus وزنه 3.2 كيلو. راحت البوست نيتال وورد خلاص. حد بلغك ان في massive vaginal bleeding. ضغط الست كان 90-60 والبالس بتاعها 120 beat per minute. ايه most likely cause of this hemorrhage؟ اتون. حد عنده رأي تاني غير يوتراين اتوني؟ الاجابه cervical and vaginal laceration. لما نعمل vaginal assisted delivery forceps او ventus لازم لو في بوست بارتم هيمورج يجي في دماغك. بعكس بقى ان هو الموست كومن كوز اوف اتوني لا لازم يجي في دماغك ان هو يبقى traumatic بوست بارتم هيمورج. دكتور طب مش اليوترس فضل يكونتراكت ساعه؟ طب ما كده ممكن يكون في ادلوشن اليوترس بيحصل له اتوني بعديها. ايوه دكتور انا بقول ان هو الموست كومن. انا بتكلم في نقطه ثانيه ان انا عملت اما مش مختلفين ان هو الموست كومن كوز. الاتوني مش هيقلل البلاد بريشر كده صح؟ لا عادي. هو السبب البوست بارتم هيمورج ملوش علاقه بالبلاد بريشر. هو المهم كميه البليدنج قد ايه. يعني كان السبب مش هتفرق في حاجه. المهم كميه البليدنج قد ايه. فهنا الموست لايكلي كوز احنا ما قلناش الموست كومن. احنا بنقول الموست لايكلي بالنسبه للحاله دي سيرفايكال اند فاجينال لاسيريشن من استخدام الفورسبس. انتوا اصلا انتوا مش متخيلين الفورسبس ده بيبهدل الفاجينا والسيرفكس قد ايه. تمام. فلو في بوست بارتم هيمرج في حاله اسيستد فاجينال دليفري الكوز هيبقى سيرفايكال اند فاجينال لاسيريشن. الحاله اللي فاتت خلصت خلاص. دي حاله ثانيه من الحالات الصغيره. يعني هو السؤال ده بس. 22 سنه 3 بار 2 undergo a normal spontaneous vaginal delivery without complications. Placenta is spontaneously delivered and appears intact. احنا بنبص على البلاسنتا هنا intact. Patient is proud to the postpartum floor
when she started to bleed profusely. Physical examination reveals bogey uterus and beside sonogram عملت sonar جنب الست bedside indicates the presence of placenta. لقينا جزء من البلاسنتا. ايه most likely cause of this condition؟ ايه من البلاسنتا الابنورمالتيز دول؟ تمام، دي اكتر حاجه بتعمل ريتين دي بلاسنتال بارت، ودي بتدخلنا في بوست بارتم هيموراج، وبيبقى سببه اللي هو ريتين دي تيشوز او ريتين دي بلاسنتا. بمنتهى البساطه لازم اشيل البلاسنتا ديت، خلاص البليدنج هيقف واليوترس هيبتدي كونتراكت تاني. او مشكله الجزء ده البلاسنتا ريتين دي ان هو طول ما هي موجوده اليوترس ابيليتي تو كونتراكت مش هتبقى كويسه، فلازم لازم تتشيل. طيب نقرا بقى الهيستوري دوت واحده واحده كده. دكتور ممكن اسال حاجه في السؤال اللي فات؟ اتفضلي. ليه ما فكرتش في انه عشان هي G3P2 ان انا افكر في انها ممكن تكون تريبي او اكريتا؟ يعني احنا ما قلناش ان هي عندها previous cesarean section وهي والده نورمال المره دي، فباي كومن سنس هي غالبا المرتين اللي فاتوا دولت كانوا نورمال برضه. فبريبيا ده مش احتمال اصلا لان هي ولدت والبلاسنتا اتفصلت وخلاص. واكريتا لازم تبقى الست عامله سيزاريان سكشن قبل كده، مش لازم 100%، بنشوف حالات اكريتا في حالات نورمال، لكن ما كانتش هتبقى المشكله ان البلاسنتا تتفصل ونشوفها انتكت وبعدين نلاقي جزء ريتيند. هي دي كلاسيكال هيستوري بتاع واحده ريتيند بلاسنتا، لكن الاكريتا مش بتبقى ريتيند، هي مش بتتفصل اساسا. تمام، نقرا بقى الهيستوري ده عشان هو طويل شويه. الحاجات المهمه فيها مالتي بارا، بقالها في ريجولار يوتراين كونتراكشن with increasing frequency 5 hours interval between contraction اقل من 5 دقائق، وبستاتريك بالبيشن لقينا ان الفاندل جريب في هارد راوند بالوتبل اوبجكت هاد، يعني يبقى معنى كده تحت خلاص هيبقى بريتش. اللاترال جريب ايدنتيفايز ذا باك اوف ذا فيتس على الليفت سايد، يبقى ده ليفت خلاص، ليفت ليفت انتيريور بوزيشن يعني. الفيرست بلف جريب لقينا الريجولار بالكي مش عارف ايه ستراكشرز اللي هو البريتش، مفيش مشكله. فاجينالي ذا سيرفكس از 6 سنتيمتر دايليتد، مفتوحه 3 فينجرز. طيب ايه الفيتال بوزيشن بتاعنا؟ احنا قلناها خلاص من الاكزامينشن، انا عرفت ان هو بريتش والباك حاسه في الليفت وانا حاسه يبقى هو انتيريور، يبقى ده ليفت ساكرو انتيريور. طيب ايه المانجمنت اوف ذس كيس بقى؟ هنعمل ايه؟ يلا يا شباب ايه المانجمنت اوف ذس كيس؟ حد سيزيريان. هي دي ست. نرجع كده للسؤال، مالتي بارا عندها تراين كونتراكشن عادي جدا ما فيهاش مشكله، مفتوحه 6 سنتيمتر، ليه ما ولدهاش بريتش؟ لا عادي انا هسيبها فور سبونتينيوس. اجابه سي اس، لانه بريتش في برايمي جرافيدا لا، ما ده مش حاجه كومن خالص. انا مش عارف لسه البلفس بتاعها ده يقدر يعدي هيد بتاعه فيتس ولا لا، فهتبقى هنفضل عندنا مشكله الريتين اللي هو الارست افتر كامينج. لكن واحده مالتي بارا والده مرتين ثلاثه قبل كده عادي ان هي تولد بريتش، لان البلفز ده نزل راس بيبي قبل كده، وهي اكتر حاجه. دكتور هو مش 5 ساعات كده برولونج؟ لكن الهد فبالتالي لا برولونجد ليه؟ بص يا دكتوره مبدئيا احنا ما ينفعش نحكم خالص على اي برولونجد ليبر من غير ما اديكي رقمين. انا لازم اقول لك ان انا شفتها في الوقت ده كذا والوقت التاني شفتها كذا وتقارني ما بين الاثنين، فما ينفعش من تايم واحد خالص. انت ما تعرفيش 5 ساعات دي انت كنت شايفاها قبلها كانت قد ايه، فده مش قصتنا في السؤال. تمام دكتور، يعني دكتور. لو برايمي قراري كان هيختلف؟ ايوه لو انا بشرح بقالي 10 دقايق في ايه؟ ايوه طبعا هيختلف. لو هي برايمي يبقى هنعمل سي اس. دكتور بس هي مش في الحاله دي كده كومبليت بريتش مش فرانك، يعني الانجيجمنت اصلا هيبقى اصعب. محدش قال ان كومبليت بس محدش قال ان كومبليت بريتش ما بتولدش. اديها وقتها، احنا مش مستعجلين، اديها وقتها لحد ما يحصل انجيجمنت عادي خالص. تمام
طيب احنا لسه في نفس الحاله after 1 hour you return to for reassessment للحاله دي لقينا ان السيرفكس بقى 7 سنتيمتر. الدكتوره اللي كانت بتقول ان الموضوع برولونجد او فيها مشكله انا بقى هنا اقدر انا اديتك ساعه لقينا 7 سنتيمتر يعني وسعت 1 سنتي accepted the presenting part at zero station there were 4 contraction per 10 minutes. عايز يقول لك انه الدنيا ماشيه تمام. هتعمل ايه؟ اول جزء من السؤال عايزك تقول هو satisfactory ولا لا وهتعمل ايه. فاقروا كده وحد يقول option. بي ايه الاجابه صح بي ان هي طبعا احنا مش مختلفين ان هي satisfactory بس البريتش لازم 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 نكيب intact membranes لانه انا عندي مشكله الكورد. البريتش دوت مش بيبقى كابس على البلفس والسيرفكس زي الهيد يمنع الكورد ان هو يتزفرط. فبالتالي لو انت ربشرت الممبرين عملت ارتفيشال ربشر اوف ممبرين بدري لا الكورد هيتزحلق. فانا لازم اكيب الممبرين انتكت لاكتر وقت انا اقدر احافظ عليه. انت حاله جديده 41 سنه 39 اسبوع gestation in active labor. She has had a previous cesarean section and subsequent percepted vaginal delivery. يعني هي ولدت مره cesarean ومره vaginal delivery. Ultrasound scan عند 20 اسبوع قال ان في bilobed low-lying placenta. Repeat scan عند 32 اسبوع لقينا ان البلاسينتا normally located يعني معنى كده ان هي حصل لها migration عادي وما فيش مشكله. وبوليهيدرانوس immediately after rupture of membranes اللي هي البوليهيدرانوس عشان فيه بوليهيدرانوس يعني فحصل rupture of membrane عن 39 اسبوع الوقت اللي هي جايه فيه دلوقتي. يعني started vaginal bleeding لقيت ان في vaginal bleeding و CTG abnormal. ايه الاحسن option من دول؟ abruption vasa breathing كون ان البلاسينتا كانت باي لوب دي بلاسينتا وحصل لها مايجريشن ده بيعلي الريسك ان هي تبقى في ابنورمال بلاد فيسلز موجوده في الـ في الـ في الممبرينز وما حصلهاش ما حصلهاش مايجريشن مع البلاسينتا. فبالتالي انه يحصل بعد الرابشر اوف ممبرين ايميديتلي فاجينال بليدنج وسي تي جي ابنورمالتيز. السي تي جي ابنورمالتيز دي هي دي اللي جاوبت السؤال فازا بريفي. السؤال ده نفسه لو ما قلناش ان هو بايلوبد بلاسينتا وحكايات البلاسينتا الكتير ده مجرد واحده بولي هيدرامنس حصل لها رابشر اوف ميمبرين بعد ما حصل لها رابشر اوف ميمبرين حصل لها فاجينال بليدنج هو كده كده من غير بقى التفاصيل البلاسينتا الكتير ولا سي تي جي ابنورمالتيز يبقى ده هيبقى ابرابشن. الابرابشن يا جماعه هو لو هو في حاله البولي هيدرامنس هو الموست كومن بس بمجرد انه يحصل رابشر اوف ميمبرين يحصل سي تي جي ابنورمالتيز لا. انتوا لو فكرتوا فيها هتلاقوا لا هو محتاج وقت شويه ده لسه في اللحظه دي حالا انا حطيتها على سي تي جي يا دوب الممبرين رابشر ببص على سي تي جي الاقي ان في سي تي جي ابنورمالتيز دي ما تحصلش غير من فازا بريفي ان ده فيتال بلاد بس. دكتور هو يعني ايه برسبتد فاجينال برسبتد ليبر يعني هي ولدت مع نفسها المره اللي بعدها يعني هو ده بيحكي في الهيستوري بتاعها ان هي ولدت سيزيريان سكشن مره زمان وبعد كده المره اللي بعدها كذا واحنا في المره الثالثه دي مره سابقه ملهاش علاقه بالسؤال. دكتور هو ليه علاقة البولي هيدرامنس بالفازا بريفيا؟ لا خالص ده بيلخبط بس مش أكتر. أوكي. ايه الموست ابروبريت بلان اوف مانجمنت شخصنا فازا بريفيا بسرعة هنعمل ايه؟ ريساسيتيت و سي اس. ها حد عنده اوبشن تاني؟ immediate cesarean دكتور ريساسيتيشن ما انا مش محتاجه هنا خالص لان البليدنج اللي نزل ده فيتال هيمرج الست ما تاثرتش خالص وفي ساين مشهور جدا جدا ان انت بتلاقي ان ديسبايت ان في بليدنج لكن الماتيرنال فايتلز كويسه جدا لان هي ما نزفتش حاجه ده فيتال هيمرج. فانا محتاج اعمل ايميديت سي اس. طيب سؤال تاني في سؤالين ورا بعض نركز فيهم دول مهمين قوي ده حاجه في المانجمنت اوكسابيتو بوستيريور برايمي جرافيدا presented in spontaneous labor 39 اسبوع الساعة 6 كان السيرفايكال دايليتيشن بتاعها 6 سنتيمتر further vaginal examination عند الساعة 10 بعد 4 ساعات لقيتها ان هي لسه 6 سنتيمتر يبقى انا عندي في protracted labor في مشكله. عند الساعة 2 بقى الفيتس كان في اوكسيبيتو بوستيريور بوزيشن ما قالش مفتوحه قد ايه السيرفكس بتاعها
اليوتراين اكتيفيتي بريزنت، هعمل ايه بقى الموست ابروبريت اكشن هنا؟ انا دلوقتي عندي ست فيها يوتراين كونتراكشن كويسه ما عندهاش انرشيا يعني في اكسبتبل سيريال بوزيشن، بقى لها فتره السيرفكس مش بيحصل له دايلاتيشن والممبرين انتكت، هعمل ايه؟ ما بصوا عشان انتوا ما تفكروش كتير، احنا الاجابه ما بين A وB، انا دي ما لهمش اي معنى، سي برضو ما لهاش اي معنى، دي ستة خلاص مفتوحه 6 سنتيمتر، فالاجابه اعمل امنيوتومي ارابشر الممبرين ولا ابتدي اوكسيتوسين؟ امنيوتومي. مبدئيا كده يا جماعه في رول برضو في الكيسز ان انا مش بعلق اوكسيتوسين الا لما الممبرين يبقى رابشر، الايفكت بتاع الاوكسيتوسين بيبقى احسن كتير جدا 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 بعد ما الممبرين يبقى رابشر. حتى لما انا كنت باجي اعلم النواب بقول لهم اللي ابتدي يعلق اوكسيتوسين، انت دلوقتي عندك فرصه ان انت ابتديت عايز تدي اوكسيتوسين عشان تحسن الليبر، وانت سايب الحاجات اللي ممكن تحسن الليبر سبونتينيوسلي من غير ما تحتاج اوكسيتوسين بالمشاكل بتاعته، فانا ما ينفعش اعلق اوكسيتوسين من غير ما اكون عامل امنيوتومي، فانا الاجابه دي امنيوتومي. السؤال اللي بعده هو شبهه بالظبط، انا جايبهم ورا بعض عشان تعرفوهم ويتلزقوا في دماغكم على الاوكسيبيتو بوستيريور، هي نفس الكونديشن بالظبط، بس بصوا بقى ايه اللي حصل، ان هي سبونتينيوس رابشر اوف ممبرين، الموضوع بدا بسبونتينيوس رابشر اوف ممبرين مش سبونتينيوس ليبر عند 41 اسبوع، نفس الكلام لقينا ان هي عند الساعه 6 3 سنتيمتر، بعد كده عند الساعه 10 3 سنتيمتر برده، بعد كده بصيت عليها في نفس الاوقات الاوكسيبيتو بوستيريور بوزيشن ويتراين اكتيفيتي. هنا انا ما عنديش حاجه ممكن اعملها غير اوكسيتوسين. تمام، حد عنده اعتراض؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ مفهوم؟ دكتور بعد اذنك عندي سؤال. نعم اتفضل. ليه اصلا اديت اوكسيتوسين وفي يوتراين اكتيفيتي كويسه؟ عشان انا بعمل حاجه اسمها اوجمنتيشن اوف ليبر، دي واحده من الانديكيشن بتاعتها، مش بس ان ما بيبقاش فيه يوتراين اكتيفيتي، ان يبقى فيه بروتراكتد ليبر، ان هو في مشكله ان الست بقى لها كذا فتره ومش مش بتوسع. تمام شكرا دكتور هو بيقول لك ان يوتراين كونتراكشن موجوده، مش محتاج حاجه تجيبها، انا محتاج حاجه يا اما تزودها يا اما حتى لو هي كويسه انا باوجمنت. دكتور هو انا ممكن اعمل امنيوت والسيرفكس ستارش فولي دايليتد؟ ايوه في حاجه اسمها ارتيشن رابشر ميمبرين، دي واحده من الميثودز اوف ليبر اوجمنتيشن. دكتور هو امتى اقول ان هي arrest of active labor و لا ده مش عليكم، مش عليكم الكلام ده، abnormal uterine action مش عليكم. طب امتى اقول في primary ان هي في occipital posterior ان هي هتحتاج cesarean؟ ايه الفيت اوف occipital posterior؟ انت اللي تقولي لي، ده سؤال مشهور. most commonly long anterior rotation. بس يبقى هنمشي معايا لما تجربي الحل دوت وتيجي تشوفيها بعد فتره، تيجي تشوفيها بعد فتره تلاقي مفيش التحسن والكلام كده، وتلاقيها نيه ريزيستنت اوكسيبتو بوستيريور او ديب ترانسفيرس ارست، يبقى هنعمل سيزارين. تمام شكرا. خلاص عايز اطمن ان كله ما عندوش مشكله في النقطه دي. طيب نقرا الهيستوري ده بقى كويس. مالتي بارا جت للليبر وورد بتشتكي من جاش اوف فلويد بروم، اكزامينشن لقينا ان الممبرين جروسلي رابشر، ده خلاص وبروم يعني، والالترا ساوند لقينا ان الفيتس في الفيرتكس برزنتيشن، فيتال هارت ريت عند 120 وري اكتف ما فيهوش مشكله، افتر ا فيو اورز ما كانش فيه كونتراكشن، اوكسيتوسين از ستارتد، بعد 3 ساعات السي تي جي لقينا ان في كونتراكشن افري مينت، كل دقيقه كونتراكشن اند لاستنج فور 1 مينت، يعني كونتراكشن زياده جدا ويز اولموست no rest between contractions. The fetal heart rate ابتدى يتغير من bradycardia to ابتدى ينزل لثمانينات. Sterile vaginal examination لقينا ان السيرفكس 6 سنتيمتر. تمام؟ هنعمل ايه هنا؟
ايه الاول ايه تشخيصنا للحاله دي بالظبط؟ ايه تشخيصنا للحاله دي؟ الست دي عندها تاكيسيستولي او هايبر ستيميليشن باترن، ده الترم القديم، عشان هو هنا بقى فيه تاكيسيستول يعني انكريز اليوتراين كونتراكشن بلس انه حصل تشينج في فيتال هارت ريت، فاسمه هايبر ستيميليشن باترن، يعني تاكيسيستول زائد فيتال هارت ريت تشينج. طب ده بسبب ايه؟ بسبب الاوكسيتوسين اللي احنا عاملين له انفيوجن، فانا لازم اوقفه اول حاجه. تمام، ما ينفعش طبعا ادي مغنيسيوم سلفيت، ما ينفعش ادي ولا فورسكس ولا فاكيوم وسيربكس مفتوح 6 سنتيمتر، وبرده مش ابروبريت ان انا اعمل سيزيريان سكشن من غير ما اوقف الاوكسيتوسين واشوف الايفكت بتاعه بعد كده. دي كيس صغيره برده خلصت في وقتها. طيب في اثنين كيسز كده هوبل ما فيهمش حاجه، بس برده ده اكزامبل الكيسز اللي ممكن تيجي. 37 سنه 25 سنه في 37 ويكس، جايه روتين فيزيت، كومبلين عندها سيفرال اوكيشنز اوف ديزنس لايت هيدنس فيلينج اف شي از جوينج تو باس او وين شي لايز داون اون هير باك. كلها ايه؟ 37 بالظبط، مجرد ري اشورنس ان هي ما تنامش على ظهرها عشان ما يحصلش اورتو كيبل كومبريشن. هو الصوت ليه عامل كده؟ شباب لو في حد فاتح المايك ممكن نعمل ممكن نعمل كله ميوت، واللي يحب يسال بس يعمل ان ميوت. تمام كده كويس، يبقى دي هنقول لها ري اشورنس ان ده طبيعي وما تناميش على ظهرك تاني عشان بيحصل اورتو كيبل كومبريشن او ماتيرنال هايبوتنشن. حاله زيها بالظبط، دي برايمي 28 اسبوع، جايه عندها شورتنس اوف بريست، بيبقى انتنس ويز اكزرشن، ما عندهاش سيجنيفيكانت ميديكال هيستوري قبل كده، بتديناي اني شيست بين كونسرند اباوت ان هي دايما كانت اسيلاتيك بشكل معين، مش قادره تعمل السيم ديجري اوف اكسرسايز. On physical examination, pulse 72, blood pressure 90-50, cardiac examination كان عندها grade 1 systolic ejection murmur و lung clear ما فيهاش مشكلة. هنعمل لها ايه؟ reassure بس ما عندهاش normal finding of a pregnant woman. هو ايه البوستر فايندنج؟ زي انا لقيته هاي بوتنشن عادي، جريد 1 سيستوليك ايجكشن ميرمر، هو حاطط ان هو جريد 1 وسيستوليك عشان يقول لك ان ده فانكشنال ميرمر، مش ميرمر باثولوجيكال، فبالتالي هو ده طبيعي مش مشكله. الحاله اللي بعد كده انت بتعمل كونسلنج لواحده عندها 24 سنه بارا 1 40 بوي سيزيريان سكشن. ليه؟ عشان كان عندها فيتال ديستريس حصل اثناء اندكشن اوف ليبر فور مايلد بري اكلامس. دلوقتي جايه تعرف وهي 36 اسبوع هل ممكن تعمل لها ترايل فان هي تولد نورمال المره دي ولا لا؟ هنرد عليها نقول لها ايه؟ اقرا الاوبشن وحد يقول بيه. الدكتور بي بي لازم يكون واحده من الشروط ان هي يكون دكتور هو احنا مش سامعين حضرتك.
الدكتور عنده مشكلة في النت معلش ثواني يا شباب. تمام انا رجعت، كان في بس مشكله في الكونكشن من عندي. تمام يا دكتور. طيب الحاله اللي بعد كده واحده عندها 19 سنه وكبر، جايه بتشتكي من ان هي اللاست مينستر بيريد بتاعتها كانت من 4 اسابيع. دينايز اني نعم. الحاله اللي قبلها بس ما كناش سامعين حضرتك. لا هي دي الحاله اللي احنا واقفين عندها، انا ما كملتش، انا وقفت. دي الحاله اللي قبلها هو اللي بتاعت الفي باك اللي بعدها على طول رقم 19. جايه بتشتكي من 4 ويكس اوف امينوريا وما عندهاش اني سيمبتومز اوف بريجننسي. عندها شويه، ثانيه واحده بس، بطمن ان الكاميرا مقفوله بس عشان الفضائح. بتشتكي بقى من ايه مشكلتها؟ ان هي عندها انكزايتي لان هي كان عندها هيستوري اوف بريفيوس اكتوبيك. الحاله اللي فاتت ما سمعناش منها حاجه. نعم، الحاله اللي فاتت ما سمعناش منها اي حاجه. لا الحاله اللي فاتت دي احنا ناقشناها وقلت الاوبشن بتاعها دي بتاعت الفي باك، دي الحاله اللي احنا ما ناقشناهاش، انا وقفت عند هنا ما كملت الشرح. هو الصوت كان راح بس اوكي مش مشاكل يعني. هو يا دكتور صوت حضرتك قطع بس في نص الشرح، يعني لما النت بدا يبقى ديسترب احنا ما سمعناش الريفلكشن بتاع حضرتك في الاجابات. تمام. طيب هو انا كنت بشرح انه ليه اخترنا اوبشن بي، انه الاوبشنز اللي فيها نو اللي هو اي وسي دول ما ينفعش نختارهم لان هي ست لا ممكن تاخد ترايل. طب اشمعنى بي؟ عشان هو ما ينفعش تولد في باك الا اذا كانت عامله لو ترانزفيرس سيزيريان سكشن، لكن الاثنين اوبشنز اللي تحت لما فيهم يس لا، هو واحد بيقول ان اليوتراين انسجن اباف زي اللور يوتراين سيجمنت، والثاني كلاسيكال سيزيريان سيكشن اللي هي الفيرتيكال، فالاثنين ما ينفعوش. يبقى هو ده احسن اوبشن اللي هو ايوه ممكن تولدي بس نطمن ان انت كنت عامله لو سيزيريان سيكشن. طيب الست دي اللي هي جايه تشتكي من 4 ويكس امينوريا وما عندهاش سيمبتومز اوف بريجننسي، هي مشكلتها ان هي عندها انكزايتي عشان خايفه احسن تبقى اكتوبك لان هي كانت اكتوبك المره اللي فاتت. انا هعمل لها ايه؟ ايه احسن اوبشن من دول؟ بي. ليه مش سي؟ ممكن مش حامله خالص اصلا، متوافر بالظبط كده. اولا هو اسباب كتير، اولا احسن اجابه سمعتها اللي هو مش حامل اساسا، هو ما حدش قال لنا ما هي ممكن تبقى هتجيلها المنسز بعد كده وهي عندها انكزايتي فمؤخره اصلا المنسز فهي ممكن تطلع مش حامل. تاني حاجه وده بقى الاجابه العلميه ان هو في حاجه اسمها ديسكريميناتوري زون، هو انا عشان اشوف اصلا اي حاجه بالالترا ساوند لازم يبقى عندي ليميت معين من الاتش سي جي موجود في دم في الست دي، يعني لازم يبقى 1000 عشان اشوف حاجه بالسونار اساسا، فمش منطقي ان انا ابتدي واعمل الترا ساوند. انا بقى بجاستيفاي عشان الاجابات دول هما دايما اللي بيتلخبطوا، يعني انتوا مش هتكونسيدر اصلا الاوبشن الثانيه، بس في ناس هتختار بي وناس ثانيه هتختار سي وهيبقوا شايفين ان هما جاستيفاي، فانا عشان كده بعمل جاستيفيكيشن. نقرا الهيستوري. بارا 1 30 سنه جايه عند 37 اسبوع فور روتين اوبستريك فيزيت. الاول حمل ليها كان فاجينال، اول ولاده ليها كانت فاجينال ديليفري 3 كيلو بيبي، قعدت 30 مينت بوتشنج وهي كانت برايمي فده يعتبر كويس. وانت بتفحصها لقيت ان الفيتس بريتش، فاجينال اكزامينيشن لقيت ان السيرفكس 50% فيزد 1 تو 2 سنتيمتر دايليتد،
The presenting breach is high out of the pelvis. Estimated fetal weight 2.5 kilos. The patient denies having any contractions. بعتها عشان تعمل ultrasound confirm ان الفيتس عنده double foot breach presentation where is normal amount of amniotic fluid present والhead is hyperextended. breach من الاخر كده بغض النظر عن التفاصيل دي كلها هو واحدة حامل في breach وجاية عند 37 اسبوع. طيب هنعمل لها ايه؟ next step. external cephalic version. excellent. احسن حاجه ان انا اعمل لها external cephalic version في next few days. في بقى معلومه عايز اصلحها لكم مهمه جدا, هو في الكتاب عندكم مكتوب دكتور. ان external cephalic version بيتعمل عند 32 ل 34 مش عارف ولا كام. لا ده غلط خالص. external cephalic version عشان يبقى ناجح بيتعمل بعد 36 اسبوع, وعشان يبقى ناجح جدا احسن انه يتعمل بعد 37 اسبوع. يبقى التايمنج بتاع external cephalic version 36 ل 37 اسبوع. طب دكتور احنا ليه ما نعملش سي سكشن عشان هي فوتلينج, وليه ما تاخديش فرصه وهي 37 اسبوع في ان هي تقلب كفالك وتولد نورمال قبل كده عشان هي والده نورمال قبل كده؟ اللي يمنع هو ده الفيرست لاين اوف مانجمنت. دكتور موضوع ان هايبر اكستندد ده عادي ممكن تنجح في الاكسترنال كفالك فيرجن تولد بيتش عادي؟ بص هي هتقلل شويه نجاح الاكسترنال كفالك فيرجن لكن مش معنى كده ان احنا ما نعملوش. ليه بقى؟ لان الهايبر اكستنشن ده حاجه تمبرري تشينج, يعني انت ممكن لما تيجي تعمل الفيرجن تلاقي ان هو مش حاجه يعني. ودي برده تريكات بتتكتب في النص عشان تلخبط. تمام دكتور. يعني احنا في الاسئله اللي زي دي احنا بنمشي سيستماتيكالي حسب الكتاب, مش بنمشي حسب اللي بيحصل في الواقع. يعني هو الاول تعمل اكسترنال سيفالك ولو ما نفعش سيزيريان يعني حسب اكيد الكتاب اكيد يا دكتوره مش بتمشوا اكيد مش هتمشوا مع اللي بيحصل في الواقع خالص. هو اللي بيحصل في الواقع دي الست دي ما كانتش هتتساب ل 37 اسبوع عشان هتتهبش. دي بتتفتح عند 36 ها يعني اول ما تقول انا في التاسع اي حد بياخدها يولدها سيزيريان, فاهمه؟ فلا مالكوش دعوه بالواقع خالص. اوكي دكتور مش هو الفوتلينج برزنتيشن ده بيعلي الفيلير ريت بتاع الفيرجن؟ لا الفوتلينج ملوش علاقه بال 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 بال, بال, بال بنجاح الفيرجن. نجاح الفيرجن معتمد مينلي على ان يبقى طبعا الممبرين انتكت, يبقى الست ما عندهاش كونتراكشن, تبقى الست فاهمه, وانه يتعمل في وقت ليت في البريجننسي بحيث انه ما يحصلش ريفيرجن تاني. تمام يا دكتور. وبرضه ستيل ايفن حتى لو هو بيقلل ال 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 السكسس ريت مش معنى كده ان انا ما عملوش. بس هو موجود في الكتاب ان هو من الكوزز بتاعه الفيلير بتاعه الفيرجن, مش معنى كده ان احنا ما نعملهوش. في فرق بين ان انا ابقى عارف ان السكسس ريت بتاعك اقل اوف الفيرجن واقول للحاله كذا, بس مش معنى كده ان انا هقول لها لا مش هنعمل لك كده. شكرا يا دكتور. اللي بعده 23 سنه برايمي عندها دلوقتي حامل uncomplicated pregnancy. She is disappointed because she is 40 weeks with good dates, يعني عاملة dating كويس, حاسة انها تفضل طول عمرها حامل, متضايقة خلاص واحدة خلصت 40 اسبوع وعندها مشكلة. طيب احنا الكلام اللي يهمنا ان هي اول حاجة من اول هنا عندها good fetal movement. She has been doing kick count for past several days. البيبي بيموفز حوالي 8 times in an hour فده كويس جدا. On physical examination السيرفكس بتاعها firm, posterior 50% effaced, 1 centimeter dilated and the vertex as minus 1 station. حلو كده. طيب هنعمل لها ايه؟ continue monitor kick count. تمام يا شباب. نعمل اندكشن احنا في الاسبوع الاربعين. لا مفيش اندكشن بيتعمل عند الاسبوع الاربعين. الاندكشن بيتعمل عند 41 والرويال كوليدج بتقول انه ممكن يتعمل عند 42 كمان, فهو مفيش عند 40 ده خالص. تمام. احسن حاجه ان انا هقول لها هنكمل 1 ويك وهي بتعد الكيك كاونت وهترجع لك بعد اسبوع وتعملي ري اسسمنت للسيتويشن بتاعها. تمام. اللي بعده 28 سنة جرافيدا 2 بارا 0 39 اسبوع early in labor. she is 2 centimeter dilated 90% phased with contraction كل 4 أو 5 دقايق. يا جماعة اللي مش عامل ميوت يعمل
fetal heart tones are reassuring. Her nurse steps out for a moment. رجعت لقيتها عندها convulsions. حلو كده، يبقى دي غالبا هتبقى ايه؟ اكلامتك فت. حد عنده مشكلة في هنا؟ اكيد مش هنسأل كده، هو ده اكلامتك فت خلاص. الاسئلة بقى في الكيس دي عليها كذا سؤال. اول سؤال، النيرس ادت على طول 4 جرام مغنيسيوم سلفيت. السيجر ستوبس. فيتال هارت ريت فاريابيلتي از فلات بات ذير از نو ديسيليريشن. وات وود يور نيكست سيرفيس؟ هنعمل ايه؟ دي دي other options E. اهم حاجة عندي في الإكلامسيا ان انا افضل طول الوقت الست دي ما يجيلهاش convulsions، ما يبقاش عندها كومة، وما تبقاش في acidosis. تعالوا بقى نجستيفاي كل حاجة من الاوبشنز. اول حاجة diuretics، ده غلط خلاص ومش هنتناقش فيها. هو الإكلامسيا او severe pre-إكلامسيا دول بيبقى عندهم volume contraction، فما ينفعش خلاص نستخدم معهم diuretics. طيب هل ادي هايبوتنسيف ايجنت لحد ما البلد بريشر يبقى 110-70؟ ده غلط جدا 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 ان انا اعمل يعني لورنج للبلد بريشر مره واحده وينزل 110-70. لا لا لا، انا عايزه يفضل 140-90، ده كويس جدا عشان يفضل محافظ على البرفيوجن بتاع الفيتس ده. ادي 3 جرام مغنيسيوم سلفيت كل 3 اورز؟ لا مش هي دي الدوز. بريبير فور ايميديت ديليفري باي سيزيريان سكشن؟ لا، اللي قال كده اكيد قال عشان الفاريابيلتي فلات. هو ده مش عارف انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، بس المغنيسيوم سلفيت بيعمل كده. هو المغنيسيوم سلفيت بيعمل ديكريز في البيت تو بيت فاريابيلتي بتاعه الفيتس. بما ان مفيش ديسيليريشن فمفيش حاجه تقلق، خلاص انا كده كده عامل كونتينوس مونيتورنج، فانا مش هولد الست دي الا لما ابقى مطمن عليها تماما. فهو احسن اوبشن هنا ان انا اكيب فري اوف كونفولجنز كوما اند اسيدوس. دكتور انا مش بدي انتي هايبرتنسيفز خالص. لا بندي انتي هايبرتنسيف، بس السؤال ما كانش اول بارت، هو سؤال بيقول لك تدي انتي هايبرتنسيفز لحد ما ينزل البلاد بريشر ل 110-70. طب دكتور دي بولدها ممكن عادي مش سيزيريان؟ لا دي مش انديكيشن اوف سيزيريان خالص، هي ممكن تولد نورمال ونعمل اندكشن اوف ليبر وعادي جدا، وممكن لا لو اذر انديكيشن فور سيزيريان انفيكشن، بس اكلامسيا از نوت ان انديكيشن خالص. دكتور هو كان في حد قال لنا ان احنا لما تيجي في فيت بنكنترول وبنترمينيت على طول. دكتوره احنا تاني بنكرر، احنا طلبة أندر جرادويتس بندرس نسا بشكل أكاديمي، مش قاعدين في الشطبي أو قاعدين في عيادة خاصة. احنا لازم نتكلم بشكل سيستماتيك وأكاديمي. تمام. Which of the following would be the most common warning sign or symptom for hair eclamptic convulsion؟ يعني إيه الحاجة اللي كان ممكن لو سألناها عليها وهي قالتها كنا نتوقع ان هي يبقى هيجي لها convulsions؟ وحطيت لك حاجات كتير الحقيقه كلهم ينفعوا. مين بقى الموست كومن؟ سيفير هيدك. سيفير هيدك تمام. The patient is most at risk for mortality from، والسؤال ده بيجي كتير. ليبرال اديما. عارفه ان الاوبشن ده ما كانش موجود في الاجابه، الاوبشن بتاع سيريبرال اديما ده ما كانش موجود في الاجابات وانا زودته عشان حد يتلخبط فيه. لا مش قديمة، السيريبرال قديمة عمرها ما هتموت، هي ممكن تدخلها السيريبرال قديمة دي اخرها ان هي هتدخلها فتفضل لو ما خفتش القديمة هتدخلها بقى تبقى فيجيتيف، بس اللي بيموت سيريبرال هيموريدج. تمام، يبقى الموست كومن كوز اوف ذس سيريبرال هيموريدج. طيب البيشنت اند اذر وومن وذ سيفير بري اكلامسيا وين كومبيرد تو بريجننت وومن وذاوت بري اكلامسيا بيبقى عندهم ديكريز ان ويتش اوف ذا فولوينج؟ السؤال ده برضو بيجي كتير. انتوا معايا سامعيني ولا ايه؟ بلازما فوليوم. تمام، بلازما فوليوم. كل الحاجات التانيه اصلا انكريز، يعني هما مش بس ما لهمش علاقه، لا هما الباقيين انكريز. If this patient were to have a renal biopsy، لو عملنا لها renal biopsy هنلاقي فيها ايه؟ ايه الفايندنج اللي فيها؟ ايه؟ برافو. Glomerular endothelial swelling، وده بيبقى transitory وبيروح على طول. طيب after she awakes from her seizure وبقت post ectal state she complains of blurry vision، لو عملنا لها fundoscopic examination هنلاقي فيها ايه؟
سي اي دي هنلاقي arteriolar spasm. ده اكتر فايندنج هيبقى نعم مش اي وسي كمان بيحصلوا عادي بيحصلوا اه طبعا بس هو بيقول لك الموست لايكلي فايندنج. كده خلصنا الكيس بتاعت الإكلامس بالأسئلة اللي عليها خلاص. طيب دي حالة صغيرة كده خلاص هتخلص على طول 34 سنة بارا 2 35 أسبوع جاية من شارب بين في الرايت فلانك راديتنج تو هير جروين مفيش تشيلز ولا فيفر هاز بين نوتد عشان يقولك إن هي مش أكيوت بايرونفرايتس يعني. البين ريزولفينج شورتلي أفتر ذا بيشنت واز سين يورينري أناليسيز ريفيلد نيوميرس ريد بلاد سيلز سم وايت بلاد سيلز نو بكتيريا. تمام عملنا وايت بلاد كاونت وهيماتوكريت كانوا نورمال. الست دي عندها ايه غالبا؟ ستون. هو السبب ان يعمل بالشكل ده رينال بين وراديتنج لجروين يورينري ستونز. انا جايب الكيس دي عشان اقول لكم انه ممكن تيجي كيس كده عبيطه في الفراغ ملاش اي علاقه بال 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 بالعك بقى الكتير بتاع النورمال ليبر والابنورمال ليبر والكلام ده كله يعني ممكن تيجي حاجه كده. طيب لو حبينا نطلب لها lab investigation هيبقى أحسن lab investigation من دول إيه؟ كالسيوم. تمام سيرم كالسيوم. هو السيرم كالسيوم مش هو الموست كومن كوز انتوا عارفين ان الأوكزاليت ستونز هي انتوا ما خدتوش مسالك او مش عارف خدتوا الأوكزاليت ستونز هي بتبقى اكتر ستون كومن بتتكون بس الكالسيوم هو اخطر حاجه ممكن يعني لو هو ايه سبب ان يبقى عندها سيرم كالسيوم عالي ان يبقى عندها هايبر باراثايرويديزم فده اخطر سبب هو مش الكومن خالص بس الاخطر فعشان كده المفروض ان انا اعمل. طيب نرجع بقى تاني للحالات بتاعتنا 21 سنه برايمي جرافيدا 39 اسبوع جايه للليبر وورد تشتكي من يوتراين كونتراكشن من الساعه 5 الفجر دلوقتي انت شايفها الساعه 3 2 سنتيمتر دايليتد من 5 ل 12 ساعة كاملين تقريبا او 10 ساعات قعدت فيهم بقت 2 سنتيمتر دايليتد 50% افيزد ميد بوزيشن اند مودريت انكونسيستنسي فيتال فيرتكس عند زيرو ستيشن. احسبوا الباشوب عشان السؤال اللي جاي هيبقى باشوب. ري اكزامينيشن عند الساعة 7 لقينا مفيش سيجنيفيكانت تشينج يعني ستها 4 ساعات لقيت مفيش سيجنيفيكانت سيرفايكال تشينج. حد يعرف يقول لي ايه الدايجنوزس بتاع الحاله دي؟ السؤال مش على كده بس ايه الدايجنوزس بتاع هادي عندها ايه؟ ها شباب سامعيني؟ second arrest of cervical dilatation. لا هو احنا ما بدأناش اصلا يا دكتورة cervical dilatation بيقولك 2 سنتيمتر يعني 1 finger يعني بدأناش اصلا. دي عندها فولس ليبر بين بس مش اكتر عندها فولس ليبر بين لو اخذت مسكن وروحت هتبقى كويسه. يا ريتني احط الدايجنوزس ده في دماغنا لان السؤال مش عليه دايجنوزس بس ممكن ان اذر كويشن يتسال هو ايه الست دي عندها ايه الدايجنوزس فده فولس ليبر بين. دكتور مش في سيرفيكال دايليتيشن؟ مين قال ان الـ ان الـ ان الـ ان الفولس ليبر بين دوت ما بيعملش يعني ما يبقاش مع هو ما بيعملش سيرفايكال دايليتيشن لكن هو ان الست تبقى 2 سنتيمتر ده عادي هي كده وهي 39 اسبوع طبيعي ان هي تبقى مفتوحه 1 فينجر. دي بروسيس اسمها سيرفايكال رايبنينج ما لهاش علاقه خالص بالدايليتيشن. احنا سايبينها من الساعه 5 من اول ما بدات الدايليتيشن لحد الساعه 7 14 ساعه ما حصلهاش دايليتيشن. فين السيرفايكال دايليتيشن؟ ما اقولش ان هي ليتنت ستيج لسه ليتنت فيرست. هو latent phase دي مش مفروض ان هي بتقعد قد ايه تقريبا يا دكتور؟ 16 hours. طب لا. احنا قعدنا تقعد 8 ساعات مثلا ولا حاجة بدأنا وبعدين انتوا يا جماعة ملخبطين latent phase دي يعني لازم يحصل فيها change ان الست دي تبتدي بتوسع برضو هي دي بقالنا 12 او 14 ساعة ما بيحصلاش اي change. تمام كونها اصلا دايليتد 2 سنتيمتر ده عادي دي البروسيس اوف سيرفايكال رايبنينج العاديه 2 سنتيمتر دي حاجه فيري فيري نارو دي 1 فينجر. المهم فيتر هارت ريت ار ري اشورينج شي بيجز يو تو ادميت اند اوجمنت هير ليبر عشان زهقت من ان هي حامل يو اكسبلين ذات شي اند ذا فيتس ار دوينج ويل والبيشوب سكور بريدكت ا لايك لود اوف سكسسفول ليبر اوجمنتيشن. ده الكيس سيناريو. اول سؤال ايه الباشوب سكور؟
حسبتوه يا جماعة؟ اعملوا انتراكشن معايا عشان لسه الموضوع طويل، لسه القصة طويلة، فبسرعة شوية. انا مش عايز انا احل واقول بسرعة عشان تستفادوا. ستة تمام، هو ستة، وستة ده رايبنينج. تمام، هو لسه بيبقى رايبنينج، لو اكتر من سبعة فهيبقى رايبد خلاص، فهو لا هو ستة رايبنينج. طيب هنقول لها ايه؟ انا خلاص قلتها لكم ان هي ريأشورنس ريست، ندي ممكن ناركوتكس ريلاكسيشنز وسليب، ده علاج الفولس ليبر بين. يبقى تاني ما ننساش ان ده فولس ليبر بين، انا ممكن يجي عليها كويتشن هو ايه الدايجنوستس فولس ليبر بين. 19 سنه برايمري جرافيدا الترم جايه ليبر وورد، بتشتكي من الريجولر كونتراكشنز اند رابشر اوف ميمبرين 21 ساعه قبل ما تيجي، يعني بقى لها يوم الميمبرين بتاعها رابشر. شي هاز نوت ريسيفد برينيتال كير، بس بتقول ان البريجننسي بتاعها كان كويس ما فيهوش مشكله. شي از اف برايل، ما عندهاش فيفر، الكترونيك فيتال مونيتورنج رياكتيف، بس عندها اوكيشنال مايلد فاريبل ديسيليريشن. هل لو حاجه اوكيشنال مايلد فاريبل ديسيليريشن دي حاجه تعني لي هتخوفني في حاجه؟ لا، هي اوكيشنال ومايلد فما فيهاش مشكله. طيب سيرفايكال اكزامينشن بتاع الست دي لقينا ان هو مفتوح 3 سنتيمتر 50% افيز ماينس 1 ستيشن فيرتكس بريزنتيشن كونتينيوس رابشر اوف ميمبرين كونفيرمد. هنعمل لها ايه؟ انتيبيوتيك. تمام، هندي انتيبيوتكس دي واحده بروم. ايا كان الاوبشنز اللي هنعملها للولاده فلازم ادي انتيبيوتيك في الاول، لان اوبشنز الولاده اللي حطينا هنا غلط. انا مش مفروض ان انا اعمل اميديت لو سيكشن سيزارين سيكشن، ولا مفروض ان انا اعمل امينو انفيوجن ملوش قيمه. كونداكت كونتراكشن ستريسز اصلا هو كونترا انديكيتد لو الواحده بروم. امبيوليت ذا بيشنت هيحل لي ايه؟ ما هي تقعد تنزل ميه اكتر يعني. يبقى انا هدي انتيبيوتيك. طيب دي حاله جديده 24 سنه جرافيدا 3 بارا 0 ابورشن 2 بريزنت ان ايرلي ليبر 39 اسبوع، البي ام اي بتاعها 48. انتوا متخيلين دي حاجه هلاميه. 1 اور 50 جرام جلوكوز بتاعها سكريننج كان 138، ما عملتش 3 اورز جلوكوز توليرانس تيست. الالترا ساوند الاسبوع اللي فات قال ان الاي اف اي بتاعها 24 سنتي، يعني هي بولي هيدرامنوس. الفيتس كمان قال ان هو فيه اكسسيف فيتال تيشو اراوند ذا بودي اند هاز استيميتد فيتال ويت 4 كيلو و300 جرام، يعني هي واحده من الاخر اوبيز واحتمال كبير تبقى جيستيشنال دايابيتس دايابيتك. الاي اف اي بتاعها 24 بولي هيدرامنوس او ابر ليميت فيري ابر ليميت اوف نورمال، واللي عندها فيتال ماكروسوميا. ابتدت اندكشن اوف ليبر و 24 ساعه بعدها قعدت في دخلت في سكند ستيج. يبقى انا دلوقتي شايفها فولي دايليتد في سكند ستيج. السؤال بقى مش جاي على كده خالص، السؤال بيقول لك ايه؟ ان انتسيبيشن اوف بوسيبل بوست بارتم هيمرج، انا متوقع ان الست دي هيجي لها بوست بارتم هيمرج ده لكذا سبب، الفيتال ماكروسوميا، البولي هيدرامنس، ان هي قعدت برولونجد فيرست ستيج اوف ليبر، كل الكلام ده بيزود الريسك بوست بارتم هيمرج. هنعمل ايه احسن اوبشن من دول عشان اعمل بريفنشن للبوست بارتم هيمرج؟ هنعمل ايه؟ ايه احسن اوبشن؟ ايه اول اوبشن؟ اوكسيتوسين 10 يونت اي ام اف بليدنج اكسيدز 500 سي سي. لا طبعا، هو انا لسه هستنى لما تنزل 500 سي سي وبعد كده اديها اوكسيتوسين؟ انا بقول بروفيلاكتيك، انا هديه لها بمجرد ما البلاسينتا تتفصل. هو التايمنج ده اهم حاجه، ان انا بمجرد ما البلاسينتا تتفصل الوقت ده هدي البروستاجلاندينز على طول. تمام، طبعا التو كانيولز هو ده مش حاجه، مش ده مش اوبشن ان هم ما يبقوش موجودين، هم دول لازم يبقوا موجودين. كروس ماتشنج اوف تو يونتس اوف باك ار بي سيز هو مش هيمنع البليدنج، هو ده هيمنع ان الست تدخل في شوك، وده مش الهدف بتاعي. ده سكيرز كانك تعمل سكندري بريفنشن للمشاكل اللي هتحصل من الكونديشن، لا انا عايز امنع الكونديشن نفسها. طبعا ابيديورال اوت اوف سكوب ملوش معنى، يبقى احسن حاجه ان انا استخدم الميزوبروستول. دكتور هو في حاجه احسن كومبيرنج البروستاجلاندين للاوكسيتوسين؟ اللي في حاجه منهم افضل من الثانيه؟ لا، بالمقارنه ما بينهم هما الاثنين مفيش حاجه احسن، بس في حاجه احسن من الاثنين دول اللي هو اسمه كاربيتوسين او اسمه البراند بابال، ده احسن منهم هما الاثنين.
دكتور هو مش المفروض انا بخلي الريكتال ميزوبروستول دي لو في حاله الريفراكتوري بوست بارتم هيموريدج؟ لا احنا ممكن نستخدمه كبروفيلاكتيك اساسا عادي. ممكن كبروفيلاكتيك يعني من قبل ما يحصل المشكله. دكتور هي مشكله الاوكسيتوسين هنا في التايمينج بس صح؟ بالظبط. يعني انت ممكن تدي ال10 يونت اي ام مفيش مشكله، بس برضو بمجرد ما البلاسينتا تتفصل او قبل ما البلاسينتا تتفصل. هو صح ان المفروض ان انت تديه اول ما الفيتس شولدر يتولد، اول ما الشولدر يتولد تروح مدي على طول الاوكسيتوسين اللي هو الاكتيف مانجمنت اوف سيرفيس ستيت. طيب في نفس الحاله وات از ذا بيست اوبشن؟ انتوا فكرتوا ان في مشكله تانية ان الست دي هي نفسها اوبيز وان الفيتس نفسه ماكروسوميك، ان دي ممكن عندها فيري هاي ريسك اوف شولدر ديستوشيا. فايه بقى المشكله، ايه اللي هنعمله تاني من دول عشان امنع ان هي تدخل في شولدر ديستوشيا برضو كانسيبيتنج ريسك؟ سي تمام ريكويست اكسترا اتندنس عشان لو احتجت اعمل ماكروبرت يساعدوني، اللي هو بدل ما كول هيلب في السكيم انا يبقوا موجودين من البدايه. طيب 35 اولد جرافيدا 5 بارا سوري جرافيدا 7 بارا 5 في اكتيف فيز اوف ليبر الفيرتكس كان ماينس 1 ستيشن شي كومبلينز اوف ابدومينال بين ويز ذا كونتراكشنز، يعني غير الكونتراكشن بتشتكي من شويه بين كده مش فاهماه في البطن. At the height of one contraction, the pain become very intense. Following this intense pain, uterine contraction وقفت and the maternal systolic blood pressure نزل 15 مليمتر مركري. يبقى الدياجنوزز على طول ايه؟ Rupture. What is the best course of action؟ هنعمل ايه؟ Immediately. Resuscitation. فين resuscitation؟ مفيش option resuscitation. Oxytocin. يا راجل بلفيك اكزامينيشن، immediate بلفيك اكزامينيشن. اليوتراين رابشر ده هو بيتشخص غير كده، ممكن يتشخص التراسونيك بس مش اي حد هيعرفه. لكن لو انت دخلت ايدك في اليوترس انت هتلاقي ايدك طالعه من الناحيه الثانيه، هتلاقي ايدك في البطن، ممكن تمسك انتستين تطلع بيها. فايميديت فاجينال اكزامينيشن او بلفيك اكزامينيشن. طيب اون ابدومينال اكزامينيشن في نفس الحاله دي you discover a firm mass in the pelvis، لقيت ان في firm mass. It does not feel like the presenting part of the fetus. What is the most likely cause of this firm mass؟ سي بالظبط contracted uterus. دايما اليوترس اللي بيبقى ruptured ده دايما احنا ما بيننا وبين بعض كده نقول انه صعب قوي انه يبقى atonic uterus، بالعكس ده بيبقى very contracted وصعب قوي ان الست دي تدخل في atonic. تمام، فده بيبقى contracted uterus من كتر ما هو في contraction جامده جدا ما بيدخلش في atonic uterus. طيب الكيس اللي بعد كده 17 سنه جرافيدا 2 بارا 0 ابورشن 1 ما عملتش prenatal care، جايه دلوقتي 29 اسبوع with painful contraction and the pressure. سيرفكس بتاعها 3 سنتيمتر dilated 60% phase وبريتش وعند ماينس 2 ستيشن، مفيش ايفيدنس اوف رابشر ممبر. الكونتراكشنز بتاعتها بتقعد بتيجي كل 3 دقائق، الفيتال هارت ريت 150 وفي اكسلريشن يعني رياكتيف وكويس. الماتيرنال فايتالز كويس. يبقى الدياجنوزس بتاعنا ايه يا شباب؟ بري تيرم ليبر بين، مفيش بري رابشر بري تيرم بري رابشر مفيش بري تيرم بروم، لا هو مجرد بري تيرم ليبر بين. طيب وات شود يو دو؟ هنعمل ايه؟ توكوليتك. تمام هنبتدي توكوليتك ايجنت. لو هي كانت بروم فالتوكوليتك هيبقى كونترا انديكيتد، لا انا ما ينفعش اعمل توكوليسيس وواحده بروم عشان الكوليو امينيونايتس. يبقى هي هنا انا ممكن اديها توكوليتك ايجنت تهديها شويه. طيب this is the fetal heart rate tracing of this woman. ايه من ال يعني هو بيابلاي لايه؟ هنعتبر ان الرقم، انا عارف انتم مش شايفين الارقام، هنعتبر ان ده 140 وده 150 160 وهكذا، يعني هو اللاين ده عند 150. يبقى ده نورمال تريسنج ما فيهوش حاجه، هو قال لكم اصلا في الاول ان هو نورمال تريسنج الريت والاكسلريشن، يبقى ده نورمال ما فيهوش مشكله. طيب this patient continues to contract، الكونتراكشن بتاعتها ما وقفتش. Repeat vaginal examination لقينا ان السيرفكس بتاعها 3 سنتيمتر زي ما هو بس بقى 90% الفيز كان 60%. فانا هنا بقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ ستيرويد بالظبط، لان الست دي كده خلاص غالبا هتدليفر ايا كان هتدليفر ازاي، فهعمل انتينيتال ستيرويد. باي ذا واي لو الست دي قال لك ان حصل لها
خلاص ان جيت لقيت ان السيرفكس بتاعها بقى مثلا 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر وهي ان ليبر، خلاص يبقى دي هتولد ازاي؟ هتولد سي اس، لان ده بريتش، وبريتش برايمي وبريترم، يعني ده ديفينت هيحصل فيه افتر كومينج هيد. دي نوت كده ما في سؤال عليها، بس حطوها في دماغكم انه تاني البرايمي بريتش بنعمل لها سي اس، وخصوصا لو كانت بريترم. ايش معنى؟ لان البريترم في الوقت ده بيبقى الريشيو بتاعت الهيد للبادي او الهيد للابدومن اكبر من واحد، يعني الهيد بيبقى حجمها قبل 32 اسبوع حجم الهيد بيبقى اكبر من حجم البادي، فالبادي هيعدي بسهوله لكن الهيد لا. كلير الحته دي؟ جماعة انتوا سامعيني؟ حد يرد عليا تردوا ليه؟ ايوه سامعيني. طب ما تردوا وانا بكلم نفسي بقول كلير، ما تقولوا لي ايوه فاهمين وانا بشرح لمين يا جماعة؟ ايوه تمام يا دكتور. 19 year old woman جاية 3 days of dark spotting، بقالها 3 ايام عندها dark spotting ومايلد كرامبنج، هي 9 اسابيع gestation. الالترا ساوند بتاعها شايفين فيه فايبل 9 weeks gestation with no obvious problems، مفيش مشكله في اليوترس ولا الاوفري. هي طبعا ده التشخيص بتاعها ايه؟ ثريتند ابورشن، ما دام هي جايه بسبوتنج والبيبي بتاعها فايبل وما فيهوش مشكله يبقى هو ثريتند ابورشن. طيب شويه اسئله بقى على الكونديشن دي. اول حاجه شي اسك اباوت ذا ريسك اوف فيتس بينج ابنورمال، هل في علاقه ما بين ان الفيتس ده يبقى ابنورمال؟ وايا كان كلمه ابنورمال دي ما بتحملش اي حاجه، ابنورمال في اي مشكله اي حاجه ايا كان، هل في ريسك من ان هي تبقى ثريتند ابورشن عن ان هي ما يكونش جالها ثريتند ابورشن؟ لا فيه. لا في ريسك، في سلايتلي انكريزد ريسك، في ريسك، احنا ما حددناش اي ابنورماليتيز بس الحقيقه ان هو في ريسك، هو فيري سلايت بس في ريسك، يبقى هو سلايتلي انكريز في ريسك. تمام، دي معلومه جديده اعرفوها. تمام، بيبقى سلايتلي انكريزد عشان الفاكتورز نفسها اللي بتادي لابورشن. مش معروف، بص هي مش معروف ليه، لان دي اوبزرفيشنال ستاديز، هي مش معمول عليها كنترولد ستاديز لان هي صعبه تتعمل، احنا مش هنعرف هي ايه، بس هي اوبزرفيشنال ستاديز فمش معروف هي ليه، هو سلايتلي انكريز. طيب وات شود ثيرابي فور ثريتند ابورشن انكلود، هنعمل ايه؟ بروجستيرون. بيدرست. لا بيدرست مش احسن اوبشن، هو اللي هيفيدها فعلا ان ادي بروجستيرون يا ام اي ام ام فاجينال. تمام، طيب السؤال اللي بعده على البروجستيرون، وده يعرفكم ان الاجابه اللي فوق كانت بروجستيرون، خلي بالنا من النقطه دي واحنا بنحل الاسئله، ان ممكن اجابه السؤال اللي او راس السؤال اللي بعده تعرفك اجابه السؤال، فاهمين حاجه؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ ايوه، يعني دايما اقروا الكيس كلها بالاسئله كلها، لو فيها اكتر من سؤال اقروهم كلهم قبل ما تحلوا حاجه. طيب لو انت اديتي هاي دوزز اوف بروجستيرون هتعمل ايه هنا في الكونديشن دي؟ هتسيف ذا فيتس، هتكيب ذا بلاسينتا الايف، كيب ذا كوربس لوتيوم فانكشنينج، كوز هابيتوال ابورشن، كوز ريتينشن اوف ادات فيتس. بلاسينتا، كوربس لوتيوم، كوربس لوتيوم سي. لا هو الاجابه صح اي، هو فعلا لو انت اديت فيري هاي دوز بروجستيرون والفيتس ده، مش احنا عارفين الابورشن ده في فيتس، يا اما الحمل هيكمل طبيعي مفيش مشكله، يا اما الست دي هتدخل في انيفيتبل ابورشن وينزل عليها دم وبتاع، يا اما هتدخل في ميسد ابورشن. تمام، لو انت عمال تديها بروجستيرون بهاي دوزز وهي كان حصل لها الفيت ان هي دخلت في ميسد ابورشن، ما عمر ما هيحصل لها ان الفيتس ده هينزل، ما هي عماله تاخد بروجستيرون. تمام، فهو ده كده انه ممكن يعمل ريتينشن اوف ا ديد فيتس. لا دكتور طيب، معلش ممكن حضرتك تشرح الحته دي تاني عشان ما وصلتش. الفيتس بتاعت لو واحده حصل لها ثريتند ابورشن ايه الحمل هيكمل ازاي؟ نسبه كبيره جدا الحمل هيكمل طبيعي ما فيهوش مشكله، في جزء من الـ من الـ من الـ من البيشنتس هيحصل لهم انيفيتبل ابورشن، يعني هينزل عليها دم، الدم هيزيد ويبتدي يحصل كرامبنج وهتحصل لها ابورشن بالشكل المعتاد، وفي جزء ثالث الفيتس هارت بيت هتقف بس مش هيحصل له اكسبالشن، فده اللي هو اسمه ميسد ابورشن. لو الست دي عماله تاخد في البروجستيرون وانت مش بتشوفها او مش بتتابعها او مش بتوقف البروجستيرون خالص، ايه اللي هيحصل؟ الديد فيتس ده هيبقى ريتين، فبالتالي هيحصل له ريتينشن اوف ديد فيتس. تمام،
24 سنه جرافيدا 2 بارازيرو 1 ابورشن جايه في الامرجنسي ديبارتمنت بفاجينال بليدنج وابدومينال كرامبس. اللاست مينستر بيرد بتاعتها كانت من 10 اسابيع. هيستوري از ان ريفيلينج اكسبت فور انديوسد ابورشن. عملت انديوسد ابورشن من سنتين اللي هو الابورشن اللي هنا ده without complications. She presently denies instrumentation for abortion. Physical examination كان ال blood pressure 110/70, pulse 120 ده عالي, temperature 110-101 ده عالي برضو في feverish يعني. ال abdomen tender و slight rebound في ال lower quadrants. ال pelvic examination لقينا ان في blood في ال vault بتاع ال vagina with foul smelling. يبقى ده على طول ايه؟ ايه diagnosis؟ septic abortion. septic abortion بالظبط كده. اولا هي عندها هيستوري ان هي سقطت نفسها من سنتين, فدايما الناس دول فعلا بيبقى عندهم يعني تندنسي ان هم يكرروا الايفنت ده. طيب ثاني حاجه, ثاني سؤال, رينج فورسبس ثرو ذا سيرفكس ريموفد نيكروتيك ابيرينج تيشو. انا دخلت فورسبس في السيرفكس شلت نيكروتيك تيشو. which of the following lab study would you consider most important to obtain prior to institute antibiotic. هنعمل ايه قبل الانتيبيوتيك؟ طبعا كالتشر وسنسيتيفيتي. تمام, which of the following is definitive initial therapy for this case. septic abortion ال definitive therapy بتاعه curettage after antibiotic. لازم انظف اليوترس بتاعه, بس طبعا لازم استخدم انتيبيوتكس كويسه الاول وبعد كده انظف اليوترس. يعني كده كده الريمننت لازم تتشال لان ده سورس اوف سيبسس فما ينفعش اسيبه. تمام, تحبوا تاخدوا بريك كده ونرجع للجاينيكولوجي ولا بس ايه؟ بس يكون بعد الكنترول اوف انفكشن صح؟ يعني الاول ببدا انتيبيوتيك وبعدها بعد ما الفيفر, بعد ما الفيفر تنزل وما تبقاش ست تاكيكارديك وما يبقاش فيه الساين اوف سيفير سيبسس يعني. بس السيبسس عمره ما يتحسن من غير ما تشيل السورس اوف انفكشن. ناخد بريك ولا نكمل على طول؟ لا يا دكتور, دكتور على طول الصلاه بس على طول. ما هو بقول عشان الصلاه, ممكن نكمل عشان الصلاه ولو جاء وقت الصلاه نبقى نوقف ونرجع تاني. تمام يا دكتور. طيب نبتدي بقى الجاينيكولوجي. في بس الاوبستاتريكس حاسين ان الموضوع اسهل ولا ابسط من اللي احنا من اللي انتوا كنتوا متخيلينه؟ اصعب جدا. هو اصعب حاجه فظيعه والله. ما انا عايز اقول لكم حاجه, هو الامتحان انا منقي طبعا حاجات مش سهله عشان ما نضيعش فيها وقتنا. انا مش بوريكم يعني فاهم, مش هجيب بقى كيسز عبيطه, لا انا جايب حاجات من اللي ممكن توريكم صور للديفيكولتيز هتيجي ازاي. بس طبعا الامتحان عمره ما هيبقى كله كده, دول 50 سؤال يعني فعمرهم ما هيبقى كلهم كده. هو الفكره بس الكيس تبقى كبيره ووقتها مش عارفين هيبقى قد ايه, فهو لا هو لا هو الكيس اللي هتيجي في الامتحان مش هيبقى اللونج زي اللي انا جايبها برضو قوي كده. احنا في كلام كتير في الكيس اللي انا جايبه ده احنا ممكن نشيله والكيس مش هتضر حاجه, لكن كيسز الامتحان ماكسيمم ماكسيمم اكبر كيس في الامتحان حوالي 6 سطور تمام, ست يعني او 5 سطور كمان. تمام فان شاء الله مش هيبقى في مشكله من النهايه دي, المشكله بس في التفكير. الاختيارات بتبقى كونفيوزنج يا دكتور, يعني ساعات بيبقى في كذا حاجه سيمز انها ليجيتيميت يعني. ما انا فاهم, وهو ده المشكله بتاعت الكيسز اساسا, هي دي المشكله. المشكله ان الكلينيكال ديسكشنز كمان وصلوا لونج اجو اللي احنا كنا بنتناقش مع الدكاتره, فما فيش بقى يعني. خير ان شاء الله. مش انتوا طول عمركم بتطلبوا بالغاء الشفوي والكلينيكال او اتلغى بس ان شاء الله نتبسط ان شاء الله. طيب اول كيس في الجاينيكولوجي, ماذر وهير 16 يير اولد دوتر جايين العياده بتاعتك بيقولوا ان البنت ديت ما جالهاش منسز لسه. They are very concerned that something is wrong. By applying principle of puberty to this patient لقينا ان هي if the teen is simply undergoing slightly delayed puberty versus potentially manifesting significant endocrine or anatomical problem. من الاخر واحده عندها delayed menses primary amenorrhea. ايه الاسئله اللي عليها؟ which of the following best describes the normal sequence of pubertal events. ده سؤال سهل اهو, دي كيس ممكن تيجي سهله ما فيهاش مشكله خالص. بيسال على الـ sequence of pubertal event بشكل كيس, وطبعا السيكونس اللي هو تيلارك maximum growth velocity and menarche. مفيش مشكلة فهعدي. منارك usually occurs between which of the following years, من كام لكام؟ من 11 ل 13. تمام, which of the following pubertal events is not mediated by gonadal estrogen production and therefore would occur even in absence of estrogen production. ايه اللي مش معتمد من دول على الاستروجين؟ سي البيوبيك هير ده معتمد على الادرينال اندروجينز. الادرينال اندروجينز تمام. طيب
دي كيس جديده ملهاش علاقه باللي فات. The appearance of external genitalia of a normal prepubertal female. Lab studies show markedly elevated FSH and LH. Which of the following causes of delayed puberty accompanies elevated circulating gonadotropins? Gonadal degenesis. تمام. الجونادال ديجينيسيس لانه ده بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل فيلير اوف نيجاتيف فيدباك، فبالتالي بيفضل يعلى الاف اتش والال اتش عشان ما فيش حاجه تعمل فيدباك، الجونادز بايظه. 31 years gravida 3 bar 0 abortion 3 جايه تعمل كونسلنج تو هاف، عايزه تعمل هيستوسالبنجوجرام فور فيرذر ايفالويشن عشان هي بيجي لها ريكورنت بريجننسي لوس، جالها 3 مرات. She has had 3 prior miscarriages requiring dilatation and curettage. 3 مرات. Otherwise, she is healthy. She has been attempting pregnancy for 13 months. يعني 13 months بعد آخر abortion. تمام؟ فهي بالتالي عندها relative infertility. Which of the following لو عملت الهيستوسالبنجوجرام هنلاقيه؟ إيه من الفايندنج دي هنلاقيه في الهيستوسالبنجوجرام؟ E. تمام. Intrauterine synechia أو Usherman syndrome عشان هي عملت 3 مرات curettage. What would be the next step of management for evaluation of case of cause of recurrent pregnancy loss? هنعمل لها ايه؟ هيستروسكوبي. هيستروسكوبي اوبرتيف هيستروسكوبي عشان نعالج الارثانيك. طيب 22 year old woman عندها امينوريا of 6 weeks duration بتعمل سيرجري عشان acute appendicitis حاجه ملهاش علاقه. At time of surgery لقينا ان انا عندي 3 سنتيمتر سيمي سوليد ليفت اوفيريان سيست it discovered. It is vascular and appears to contain blood-filled central cavity. Serum pregnancy test بتاعها positive عشان هي وهي عندها 6 weeks amenorrhea. Which of the following is most appropriate next step of this management? انت يا دكتور نسى ندوك هتعمل ايه؟ E. No additional. No additional. ده عبارة عن corpus hemorrhagicum. هو ده corpus بتاع الحمل وفيه شوية دم، ده corpus hemorrhagicum. لازم اسيبه عشان الحمل ده يكمل، يبقى no additional serum. طيب فيميل سودو هيرما فرودايت يعني ايه؟ يعني اكس اكس مبدئيا احنا وانا بشرح لكم قلت فيميل دي جايه على اوفرز، فانا لا هشيل الاوبشن بتاعت اللي قال ايه ده، يعني مش هتكلم خالص. بنقول فيميل سودو هيرما فرودايت ازاي هيبقى في ايه في الاثنين؟ احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنشيل الاوبشنز اللي هي بتاعه التستس والاي، يبقى انا عندي الاوفرز فيميل، يبقى اول كلمه لازم يبقى اوفرز وهي اكس اكس، يبقى هي اول واحده فيميل سودو هيرمافرودايت يبقى فيها اوفرز واكس اكس لكن عندها فارينج ديجري اوف ماسكلينايزيشن. تمام يا دكتور. دي اللي هي طبعا اشهر اكزامبل ليها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. طيب 14 year old girl is brought to you for evaluation for lower abdominal pain progressive over 4 months. History indicates that she experienced a growth spurt عند 11 سنه وعندها normal breast development وبيوبك هير كويس. كل المشكله ان هي ما عندهاش menses. She has no other medical condition. She is not sexually active والكلام ده كله. هتعمل لها ايه بعد كده؟ ايه الستيب اوف مانجمنت اللي بعد كده؟ مبدئيا حد ممكن يقول لي ايه الدياجنوستس بتاعت الحاله دي؟ برافو برافو. دي كريبتومينوريا فهي غالبا امبيرفورت هايمن او اذر كوزز. احسن نقول كريبتومينوريا. امبيرفورت هايمن ده واحد من الكوزز، يبقى ده كريبتومينوريا. ايه هنشخصها ازاي؟ بلفيك اكزامينشن. بمنتهى البساطه انا لو بصيت على البنت دي من تحت هلاقي ان الهايمن بتاعها بلجد والساينز اياها بقى والكلام ده، او هلاقي ان في ترانسفيرس فاجينال سيبتم سيرفايكال اتريزيا وات ايفر، بس لازم اعمل بلفيك اكزامينشن عشان اشخص ال اوت فلو تراكت اوبستراكشن اللي هي الكريبتومينوريا. دكتور طب مش ممكن اعمل الترا ساوند علشان لو في ابسنت يوترس مثلا؟ ممكن بس اكيد ليه يعني، هي دلوقتي قدامك تعمل لها الترا ساوند اسهل ولا تعمل لها اكزامينشن؟ ما هو دايما احنا لازم نمشي ستيب وايز، ما ينفعش تعمل انفستيجيشن غير ما تعمل اكزامينشن. انت ما بصيتش عليها اساسا من تحت. تمام. 55 year old woman present to clinic عشان بتقول ان بتسال يعني على الاستخدام الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، عامله هيستريكتومي من 8 سنين. مشكلتها دلوقتي ان هي عندها فلاشز اند فاجينال دراينس
احسن حاجه ممكن نكتبها لها ايه؟ استروجين اونلي لان هي شايله اليوترس. البروجستيرون اللي بنحطه في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي للبوس منوبوز ملهوش رول غير حاجه واحده، بروتكتنج الاندوميتريوم من اندوميتريال كانسر، ملهوش اي رول غير كده، ما بيحسنش اي سيمتومز وما بيعملش اي فايده غير ده. فان ما فيش يوترس يبقى ملهوش لازمه نستخدم استروجين بس. دكتور هو ايه الفرق ما بين A وC؟ Selective estrogen receptor modulator و selective A و C ولا A و E ولا A و E A و C أكيد في فرق. ده selective estrogen receptor modulator ده حاجة وده حاجة تاني estrogen just estrogen. ده اللي فوق ده اللي هو التاموكسفين مثلا أو الكلوميفين، ده group of drug وده estrogen. مش شايف وجه المقارنة أصلا ما بينهم يعني. 27 year old attends clinic as she has been trying to conceive. واحدة جاية بإنفرتيلتي for 18 months but hasn't managed to get pregnant despite regular intercourse. She hasn't used contraception. نعم. في الكيس اللي فاتت، طب دكتور أنا لو ديتها استروجين بس مش ده يأثر على البريست؟ ممكن يجيب لها كانسر بريست؟ لو ديت لها استروجين بروجستيرون هيجي لها بريست كانسر أكتر. ده ملهوش علاقة، ده out of scope بتاعنا. out of scope. أنا مش بتكلم هنا بنقارن نديها استروجين ولا لأ، لأ هي هتاخد استروجين خلاص. نديها استروجين لوحده ولا استروجين وبروجستيرون؟ هو ده السؤال. أنا أنت إحنا هنا بنتناقش في قصة تانية يا دكتور، إحنا بنتناقش نديها استروجين أصلاً، نديها هرمون ريبليسمنت ثيرابي أساساً ولا ما نديهاش؟ دي قصة مش بتاعتنا ومش بتاعت السؤال. دكتور أنا بقول يعني نديها اللي هو سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور عشان لسه عندها بريست. هو ايه السيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور؟ هو التاموكسفين. انت عارفه ان التاموكسفين واحد من السايد افكتس بتاعته سيفير فازوموتور سيمتومز، سيفير فلاشز، سيفير فاجينال دراينس. هو مش هيحصل لها سيمتومز بتاعتها. ما عشان كده بقول لك انت شوفي السؤال عايز منك ايه. هو مش بيقول لك نديها استروجين اصلا ولا ما نديهاش. هي الست دي جايه تشتكي من ان هي عندها سترونج فاميلي هيستوري اوف اوستيوبروزز، هوت فلاشز، فاجينال دراينس، محتاجه استروجين. ما حدش بيسال دلوقتي هنا هو الاستروجين ده ايه سايد افكتس بتاعته. ولو انت بتقولي على البريست، فالاستروجين بروجستيرون الاستارز بتقول ان هو بيعمل بريست كانسر اكتر من الاستروجين لوحده. سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور ده ملهوش علاقه خالص، ده احنا بنديه للناس اللي عندهم بريست كانسر عشان ما يجيلهمش اندوميتريال كانسر. اوت اوف سكوب اللي احنا اللي انت بتتكلمي فيه. ميرسي يا دكتور. لا انت عبير؟ لا مريم. او سوري. تمام. ما حصل لهاش حمل. كل الست دي اللي بقالها بتحاول تحمل بقالها 18 شهر بتحاول تحمل وما حصل لهاش حمل. She hasn't used contraception في خلال 3 سنين. She is non-smoker. البي ام اي بتاعها 24. عملنا investigation. البارتنر سيمن اناليسيس كله within normal. Fertile range on 2 sample. الاف سي اتش بتاعها 1. الاتش بتاعها 2. بروجستيرون 1 نانوغرام. اند برولاكتين 105. ايه اللي انا هعمله بعد كده؟ دوبامين اجونس بالظبط. الست دي انتوا ملاحظين ان الاف سي اتش والال اتش بتاعها مالهم فيري لو، قليل. بس قليل بسبب مين؟ بالظبط كده. يبقى هو انت لو جبت لها جونادوتروبينز هو عادي هيحصل لها فوليكولر، يعني هيحصل لها فوليكولر ريكروتمنت وممكن يحصل ان تتنشط، لكن تيجي عند الاوفيوليشن لا مش هيحصل اوفيوليشن عشان البرولاكتين العالي. ودايما احنا بنقول ان احنا دايما نعالج الكوز ما نروحش نعالج العرض يعني، فهو دايما نعالج الكوز فبندي دوبامين اجونست. دكتور هو احنا الرينج بتاع البرولاكتين من كام لكام؟ هو المفروض النورمال يبقى اقل زي ما مكتوب عندكم، يبقى اقل من 27. تمام. طيب ندخل بقى في شويه اونكولوجي كده. 54 اولد وومن اندرجوز لابراتومي عشان عندها بلفيك ماس. اثناء الاكسبلوراتوري لابراتومي لقينا يونيلاترال اوفيريان نيوبلازم ديسكفرد اكومبانيد باي لارج اومنتال ميتاستاسيس فروزن سيكشن دايجنوزز كونفيرم ميتاستاتيك سيروس تيست ادينوكارسينوما. ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست ابروبريت انترا اوبراتيف كورس اوف اكشن؟ هنعمل لها ايه انترا اوبراتيف؟ تمام. اومنتكتومي، توتال ابدومينال هيستريكتومي، اند بايلاترال سالبنجو اوفريكتومي. ده اللي هو اسمه سيرجيكال ستيجنج. لازم اشيل كل الكلام ده، وفي حاجات ثانيه المفروض اشيل برضو لو اقدر اشيل لمفادينكتومي، لو اقدر اشيل بريتونيال بايوبسيس، بس دول الحاجات الاساسيه. طيب
Gross and the microscopic examination of the specimen revealed serous cyst adenocarcinoma in the left ovary, right ovary free. Omentum shows micrometastasis and there is no lymph node noded, nodes involved. Early stage. C. ازاي C؟ ده بيقول لك ان في الاومنتم فهو اكيد مش جماعه احنا عندنا في الاومنتم فهو مش ستيج 2 اصلا احنا هنا بقينا في البطن خلاص بقى في هو ستيج 3 بالظبط هي دي احنا في الاول عما تيجي تحل ستيجنج شوف انت في ستيج كام اساسا احنا هنا في الاومنتم يبقى احنا مش ستيج 2 احنا بقينا بيوند ستيج 2 خلاص احنا بقينا ستيج 3 طب 3 ايه ولا 3 بي بيقول لك ان في مايكرو ميتاستاسيس يبقى ستيج 3 ايه تمام يا دكاتره تمام طيب اوكي دي سيرفايكل 51 year old woman diagnosed with invasive cervical carcinoma by comb biopsy pelvic examination and rectal vaginal examination لقينا ان البارامتريوم فري حلو جدا بارامتريوم فري يبقى احنا كده لو حد متابع معايا يبقى احنا في ستيجز لحد كام من الاول خالص لحد 2A كمان بالظبط برافو but the upper portion of the vagina is involved يبقى كده خلاص الستيجز بقت 2A 3 هو بيكمل بقى كمان بيقول لك ان الاي في بي بتاعها ار نيجاتيف يبقى معنى كده ان مفيش حاجه في الكيدني ولا اليوريتر ولا الكلام ده يعني هي مش ستيج 3 وبيلخبط بقى في الاخر بيقول لك ان السي تي قال ان في الابدومن والبلفس فيها جروسلي اللارج بلفيك اند بيري اورتيك لامف نود احنا عارفين ان ده مش بتاثر على الستيجنج اللامف نود في السيرفايكال كانسر مش بتاثر على الستيجنج هي تعدلت على فكره في الفيجو 2019 بس ده مش يعني انتوا مش مسؤولين في الامتحان عنه دكتور هو احنا في المحاضره الدكتور قال لنا على 2019 المفروض ذاكرنا منه يعني قال لكم ان الام سي كيو هتيجي كده اصل انا مش عارف يعني في ديتيلز مفروض ما اقولهاش بس حلو بالقديم ده بيني وبينكو يعني What would be the appropriate management? Stage 2A cervical cancer هنعمل لها ايه؟ C تمام Modified radical mastectomy sorry hysterectomy ولو احتاجنا adjuvant radiotherapy بعد كده طيب دي cervical برضو هي الليجن بتاعها كان CIN3 سموكر كوم بايوبسي عملناه للسيرفكس لقينا ان في سكويمس سيل كارسينوما انفولفد اونلي 2 ملم بيوند ذا بيزمنت ميمبرين اند ويز لاترال سبريد اوف 5 ملم ما دام اقل من 5 واقل من 7 يبقى انا بتكلم هنا في ايه في مايكرو انفيزيف كارسينوما وكمان اقل من 3 يبقى دي ستيج 1A1 حد عنده مشكله تمام There is no confluent tongues of tumor. There is no يعني عارفين ايه confluent tongue of tumor. ما فيش حاجة شايفينها بالجروس. كل دي microscopic. There is no evidence of lymphatic or vascular invasion. ده في الباثولوجي. والmargin of comb biopsy free. ال stages زي ما قلنا microinvasive carcinoma. Stage 1A1. تمام واحنا قلنا justification لmicroinvasive عشان هي اقل من 5 واقل من 7. وstage 1A1 عشان هي اقل من 3 كمان. طيب هنعمل لها ايه التريتمنت بتاعها جاست سمبل هيستريكتومي عارفين لو كانت 1A2 كانت هتبقى ايه سمبل هيستريكتومي وذ بلفيك ليمفادينكتومي لان هما بيبقى عندهم ريسك فور بلفيك ليمف نودز اوكي تمام دكتور هو اللاترال سبريد هو الويدز تمام الدبس ده اللي هو الدبس في الابيثيليوم واللاترال سبريد هو الويدز 17 year old girl جايه برايمري كير فيزيشن فور ايفالويشن اوف ليفت لوور كوادرانت بين الفيزيشن دوت شاف ان هي عندها ليفت بلفيك ماس فور بلفيك اكزامينشن بعتها فور الترا ساوند لقينا ان في اوفيريان نيوبلاست ايه الموست كومن اوفيريان تيومر هتيجي للنوع ده من البيشنت واحده عندها 17 سنه ده جيرمينوما بالظبط هو جيرم سيل تيومر عموما مين الموست كومن جيرم سيل تيومر او جيرم سيل مالجننسي طبعا الموست كومن جيرم سيل تيومر هي الديرمويد سيست بس المالجننسي هو الدس جيرمينوما
طيب اكتبوا كده دول عندكم يا جماعه وصوروا السلايد دي عشان في كذا هيستوري هيجي سيناريوز هنختار منهم واحده ليها، فعشان ما نرجع لهاش تاني اما تصوروها اما تكتبوها، يعني خلوا الاوبشنز دي قدامكم عشان هنشوف بعد كده كيس سيناريوز هنختار واحده لكل لكل واحده فيهم. جرانيلوزا، سيرتولي ليديك سيل تيومر، اماتيور تيراتوما، جونادو بلاستوما، كروكنبرغ. يلا اول واحده 26 سنه جايه للجاينيكولوجيست، انكريزنج هير، عندها هيرسوتيزم يعني، اون فيزيكال اكزاميشن لقينا ان في سيجنيفيكانت اماونت اوف كورس دارك هير اون هير فيس جست ابدومن، كمان في البلفيك اكزاميشن لقينا ان عندها اللارجت كليترس يعني عندها فيريلايزيشن كمان، ولقينا ان في 7 سنتيمتر ليفت ادينكسيال ماس، يبقى ده على طول مين؟ سيرتولي. تمام، سيرتولي ليديك سيل تيومر اللي هو الاندروجين سيكريتنج تيومرز. 56 year old post menopausal woman جايه من بتشتكي من vaginal bleeding، اليوترس is slightly enlarged، ولقينا ان هي عندها في نفس الوقت 6 سنتيمتر رايت ادينكسيال ماس. اندوميتريال بايوبسي لقينا ان هي عندها ادينوكارسينوما اوف ذا اندوميتري. احنا هنا مش بنسال على الاندوميتري، ما احنا بنسال على الرايت ادينكسيال ماس، دي هتبقى ايه؟ جرانيلوزا. جرانيلوزا سيل تيومر، تمام، عشان دي بتطلع استروجين فبتعمل اندوميتريال كارسينوما. طيب 67 year old woman found to have bilateral adenexial masses، اللي فتح المايك يقفله، عندها bilateral adenexial masses while undergoing evaluation of her recently diagnosed colon cancer. كروكنبرغ. تمام. 17 year old woman referred by her primary care physician عشان primary amenorrhea، عندها virilization تمام وعندها pelvic mass، وانا بعمل work up لقيت ان هي عندها mosaicism، عندها 45x يعني karyotyping بتاع 45x 46xy، يبقى لو عندها ovarian mass يبقى هتبقى ايه؟ كنت قلتها لكم في الانترسكس. جونادو بلاستوما. بالظبط. ما دام في حاجه من الانترسكس وفي نفس الوقت جالها كارسينو جالها ovarian tumor يبقى بيبقى اسمها جونادو بلاستوما، وده دايما بتيجي نتيجه وجود ال Y كروموزوم. 19 year old woman undergoing exploration laparotomy for 9 cm right ovarian mass. Final pelvic final pathology لقينا ان انا عندي glial tissue immature cerebral and cortical tissues. يبقى دي immature teratoma. تمام. 51 year postmenopausal woman بتعمل exploration laparotomy for bilateral adenexial masses. Frozen section لقيناها ان هي فيها number of signet cells. يبقى ده هيبقى ايه signet cells دي بتبقى موجوده فين؟ كروكنبرغ. بالظبط. كروكنبرغ احنا جبنا الاكزامبل بتاعه في الكولون كانسر، هو بيجي كمان مع الاستومك كانسر وبيجي مع البريست كانسرز، فعرفوا كل الاكزامبلز دي، يعني هو ممكن يجي واحده عندها بريست ماس وبتتعالج وبتعمل ماستكتومي في نفس الوقت لو ان هي عندها اوفيريان ماس يبقى ده برضه هيبقى كروكنبرغ. تمام. طيب ده سؤال جديد، كيس جديده هنلخصها اهي. الكيس دي مثلا ممكن تيجي في الامتحان متلخصه جدا، ثلاث سطور، واحدة عندها 29 سنة بتشتكي من vaginal discharge. طب ايه كريتيريا بتاعت discharge؟ اسف، كريتيريا بتاعت discharge thin inconsistency grayish white color، تمام، عندها fishy vaginal odor started with appearance of the discharge، اخدت كورس انتيبيوتيك الشهر اللي فات فور ساينوسايتس، اون فيزيكال اكزامينشن الفالفا كانت نورمال ما فيهاش مشكلة، discharge ده كان موجود عند الانترويتس كوبيس كتير سن، وايتش ديستشارج في الفاجينا، الفاجينا البي اتش 5.5، السيرفت از نوت انفليمد اند ذير از نو سيرفايكال تشينج، يبقى دي على طول ايه؟ بكتيريا فاجينوزس. بكتيريا فاجينوزس. ايه التريتمنت بتاعها؟ مترونيدازول. مترونيدازول ايا كان الاجابات اللي جايه ايه، الدوز ايه، لانه ما فيش غير. طيب كابل بريزنت فور ايفالويشن اوف برايمري انفيرتيلتي، ايفالويشن اوف وومن كومبليتلي نورمال، الهازباند هاف تو لقينا ان هو عنده ليفت فاريكوسيل. ايه اللي من الاجابات دي متوقع ان نلاقيها لو لو عملت له سيمن اناليسيس؟ ايه تمام، هلاقي عنده اوليجوسبيرميا وتيراتو سبيرم، وكمان ممكن الاقي ديكريز موتيلتي عادي، بس دي احسن اجابه من هنا يعني ده قصدي، بس احسن حد يفتكر ان ده سبيسيفيك للفاريكوسيل، لا عادي ممكن الاقي كمان ديكريز موتيلتي. 25 year old جاية العيادة بتشتكي من primary infertility، بيجي لها regular period كل 28 يوم، she is done testing at home with an ovulation kit which suggested of ovulation، بتعمل ovulation عادي. Hysterobangiogram بتاعها demonstrating patency of both fallopian tube. Progesterone level drone عملته في الميد لوتيا لقيته lower than expected،
فانا شخصت غالبا او شكيت في لوتيال فيز ديفكت. ايه من الانفستيجيشن دي اللي هيشخص لي ان في لوتيال فيز ديفكت؟ اندوميتريال بايوبسي. تمام اندوميتريال بايوبسي جميل. اللوتيال فيز ديفكت ده دي حاجه بشك فيها لما الاقي ان الليفل بتاع البروجستيرون اعلى من الرقم بتاع الاوفيوليشن لكن اقل من ان هو يبقى سفيشنت. طب هو الرقم الاوفيوليشن كام؟ اقل رقم 5 تمام، والرقم الكويس يعني 10، فانا هلاقيه دايما في الاريا ما بين 5 و10 اللي هو يطلع 7 يطلع 6 تمام. فده كده معناه في اوفيوليشن. ما اقدرش اقول ان ما فيش اوفيوليشن، لكن البروجستيرون مش كفايه ان هو يخلي الحمل يكمل، فده بسميه لوتيال فيز ديفكت. علاجه بمنتهى البساطه ان الست تاخد بروجستيرون ايرلي، يعني من البدايه من اول ما هي وقت الاوفيوليشن نديها بروجستيرون. طيب الاندوميتر بايوبسي احسن وقت اعملها امتى في سايكل؟ 26. تمام. في بقى يا جماعه التايمد انفستيجيشن، انا كنت قلتهم للناس اللي عندنا في الراوند. التايمد انفستيجيشن هقوله لكم تاني، في كذا انفستيجيشن في الانفيرتيلتي ليهم تايمينج، فده مهم ان انتوا تعرفوه. اول حاجه اللي بيتعمل في داي 3 البيزل اف اس اتش عشان نشوف الاوفيريان ريزيرف، يبقى الاف اس اتش بعمله عند داي 3 عشان نشوف الاوفيريان ريزيرف. تمام. تاني حاجه داي 8 لو عايز تعمل الهيستوسالبنجوجرام احسن وقت ليه داي 8. اشمعنى داي 8؟ عشان اميديت بوست منسترال، يعني اول ما المنسس تروح هو ده بيبقى بعده على طول. تمام. طيب داي 14 بعمل ايه؟ بعمل البوست كويتال تيست. داي 21 هي مش مكتوبه هنا، داي 21 ده بتاع البروجستيرون اللي هو الميد لوتيال بروجستيرون، او داي 26 ده اللي هو بتاع الاندوميتريال بايوبسي. دي ممكن تيجي ماتشنج كده، يعني بنجيب الاوبشنز دي كلها ونجيب الانفستيجيشنز كلها ونعمل ماتشنج. دكتور ممكن اخر اتنين تاني معلش؟ داي 21 ميد لوتيال بروجستيرون وداي 26 الاندوميتريال بايوبسي اللي احنا لسه حلينها. دكتور بالالترا ساوند اللي هو اللي بنشوف الفوليك جراف داي 14. داي 14 اصل الالترا ساوند ده انت ما ينفعش تقولي تايمنج، انت ممكن تعمليه في اي وقت. هو انت لو انت عايزه تشوفي عشان تشوفي الماكسيمم فوليكولر جراف انت المفروض بتشوفيه عند داي 14، بس لازم تكوني شفتيها مره تانية قبل كده عشان تقارني ما بين الاثنين. تمام شكرا يا دكتور. 81 year old woman جايه العياده بتشتكي ان اليوترس بتاعها اوت بقاله شهرين، عندها برولابس، عندها مالتيبل ميديكال كونديشن، حاجات كتير بقى هايبرتنشن كونجستيف هارت فيلير اوستيوبروزس، وهي 81 سنه قاعده على ويل تشير. تمام. الفول نيوترس ده عامل لها سيجنيفيكانت بين. شباب اقفلوا المايك اللي فاتحه. عامل لها سيجنيفيكانت بين. اون فيزيكال اكزامينشن لقينا ان البيشنت دي فريل وريكواير اسيستنت عشان تطلع على الاكزامينشن تيبل اساسا. عايز يقول لك ان هي ست ضايعه، يعني هي جنرالي رايحه في داهيه، 81 سنه وعندها بروسيدنش، هنعمل لها ايه؟ بسري بالظبط. ما حدش يقول لي اشورنس يا جماعه، الست دي عندها مشكله لازم تعالجها، عامل لها سيجنيفيكانت بين، دي ماشيه حاجه مدلدله منها او هي قاعده حاجه مدلدله منها، فما حدش يقول لي اشورنس. بس نعم. مكتوب في الكتاب ان بيسري از كونترا انديكيتد بروسيدنشي. ليه؟ انا ما قلتش ان هي بروسيدنشي على فكره، انا بقول ده كده دي حاجه من عندي انا زودتها، لكن في الحاله مش اي، لا مش قايلين بروسيدنشي، هو مش كاتب شهاده كومبليت بروسيدنشي. يا دكتور حرام عليكي، ده انا عمال اقول في عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا، هيستريكتومي ازاي تعمل عمليه زي دي مش عارف تطلع على السرير؟ بصوا مكتوب كومبليت، مكتوب ممكن لفورت اوبريشن، بس هي برضو اوبريشن في النهايه، هي اوبريشن محتاجه انستيزيا، الست دي مشكلتها تبقى في الانستيزيا، في انستيزيا. اوكي تمام. دكتور اللي كان بيسال على البيسري هي مكتوبه ان هي كومبليت بروسيدنشيا، بس هو الحقيقه ان البيسري مش كونترا انديكيتد في البروسيدنشيا، يعني وان كان مكتوب في الكتاب بس هو مش كونترا انديكيتد. تمام اوكي. انتراوترين بريجننسي، واحده جايب انتراوترين بريجننسي 10 اسابيع كونفيرمد، وهي واحده عندها 30 سنه بارا 4، وفي نفس الوقت لقيت اي او دي ان بليس. بتفحص كده لقيت السترنج بتاعت الاي او دي، هتعمل لها ايه؟ ريموف الاي دي. تمام ريموف الاي دي ايميديتلي ونكمل الحمل عادي. السؤال ده برضو من اسئله الامتحانات. Your patient delivered a healthy infant 2 weeks ago wish to initiate use of contraceptive method. عايزه تستخدم contraceptive method in the next few weeks، وهي والده من اسبوعين. بترضع breastfeeding exclusively.
حطيت لك كذا ميثود وبيقول لك for which of the following there is a strong evidence that use الميثود دي بي decrease the quantity of the quantity and the quality of the breast milk. لا ولا حاجة. None of the above بالضبط اللي قال دي تمام. None of the above. مفيش strong evidence خالص ان combined contraceptive بيقلل الكوانتي والكوانتي. هو كلها برضو حاجات كده اقتراحات على اساس ان هو بيقلل البرولاكتين فيعني فممكن يقلل لكن كلها حاجات theoretical. لكن الصح لا او مفيش strong evidence. خلي بالكم السؤال ده. بس الدكتور مكتوب في الكتاب انه بينهبت الملك secretion. هو اجابة السؤال ده في كلمة strong evidence. مفيش strong evidence. دكتور يعني انا اسفه بس هو سؤال زي كده احنا اكسبكتد يعني تعرفوه منين اه يعني ايه اللي اكسبكتد ان انا عارفه ايه في سترونج ايفيدنس وانا بذاكر من الكتاب لا ما والله ما عنديش اجابه يا دكتور انا بجيب اسئله مش لازم اقول ان هي جت قبل كده بس هو السؤال ده جاء قبل كده تمام يعني فاهمه انا مش جاي اكيد استعرض عليكم اسئله خالص انا بس بجي انا فاهمه قصد حضرتك انا بس بسالك اه فهماني احنا اكسبكتد ان احنا نعرف ما انا مين. والله عارف وفاهم ومقدر بس انا بحاول احل مش هنقعد نتناقش في السبب او المشكله انا بحاول احل تمام 30 years old patient present to your office complaining from heavy menstrual bleeding with additional questioning she reports new onset dysmenorrhea Given the additional symptom اللي جالها دي جديدة عليها يعني which of the following etiologies for her abnormal uterine breathing is least likely أقل سبب من دول يكون applies ليها يعني واحدة جالها dysmenorrhea ايه من دول مستحيل يعمل dysmenorrhea any variation تمام دايما بنقول ان الاوفيلاتوري سايكلز ار بينفول فانوفيوليشن لا ما بيعملش اكيد ديسمنوري دكتور انا مقتنع مش بانوفيوليشن بس ليه مش بريجننسي كومبليكيشنز ما بتعملش لما البريجننسي ما يعملش اب نورمال كرام بليدنج ولا ايه مش فاهم يعني ما هو عشان اصلا حاجه مش ابلايز اساسا يعني هو مش كوز للاب نورمال كرام بليدنج فهنختاره ليه فاهم patient for whom you initiated combined oral contraceptive من 3 شهور جاية بتشتكي دلوقتي re-evaluation بتشتكي من light خفيف حاجة خالص irregular bleeding وبتقول ان هي بتقل عايز تقول ايه سبب البليدنج ده وعلاجه ايه B تمام هو ده breakthrough bleeding بيحصل في اغلب combined oral contraceptive بالذات اللي فيها estrogen دوز صغيرة ومحتاجة بس مجرد counseling وreassurance سببه ان بيحصل decrease في الثريشولد بتاع الاستروجين طيب 18 سنة old nonly gravida present with primary amenorrhea examination is notable for Tanner stage 4 بالنسبة للbreast and the absence of pubic and the axillary hair also a blind in the vagina is identified ايه الdiagnosis تمام تمام اندروجين انتنسيفتي دي مور سندروم عندها بريست كويس ما عندهاش بيوبيك ولا اكزيلاري هير لان ما فيش اندروجين اكشن وفي بلايند فاجينا طيب ذا بيشن ان ذا بريفيوس كويتشن عملت لابروسكوبي اكسبكتد جونيدز ار تيستس وات از ذا اكسبكتد تستوستيرون ليفل ان ذس بيشنت ميل ليفل تمام احنا شرحنا الكلام ده قبل كده 30-year-old multibara present with secondary amenorrhea عندها spontaneous septic abortion من سنتين requires dilatation and curettage for septic abortion she reports monthly breast tenderness and mood change following by severe cramping abdominal pain هعمل ايه عشان اعالج الكونديشن دي؟ هي ايه الكونديشن اساسا؟ أشرمان بالظبط يبقى انا هعمل operative hysteroscope تمام 20-year-old girl present with 5-year history of irregular cycles with worsening facial hair. Hair menarche حصل عند 14 سنة 3 to 4 period per year. يعني طبعا دي oligomenorrheic خالص. Clinical examination لقينا ان ال BMI بتاعها 36. يعني obese وعندها facial hirsutism ومarked acne. ايه الdiagnosis بتاعنا؟ Polycystic. Polycystic ovary. تمام؟
ممكن حد يقول لي ليه ما تبقاش congenital adrenal hyperplasia؟ لا طبعا ممكن، بس مش الكومن، مش كومن خالص يعني. اكيد البوليسيستيك اوفري مور كومن عنها. طيب requesting investigations that would help you to confirm the diagnosis, which of the following is relevant to this case؟ هنطلب ايه investigation؟ ايه pelvic ultrasound. تمام. بص يا دكتور اللي قلت ايه هو مش غلط، احنا ممكن نطلبه، بس هيقدم لي ايه؟ هيقول لي ان الست عندها هيرسوتيزم، ما هي في وشها في هيرسوتيزم وفي اكن، خلاص يبقى انا كده عندي كرايتيريا، اللي هو هو مكتوب في كرايتيريا اوف دايجنوزز ايه، يا اما بايولوجيكال سوري بايوكيميكال اور كلينيكال هيرسوتيزم. انا عندي كلينيكال خلاص، مش لازم اثبته بايوكيميكال، مش هيفرق لي في حاجه. تاني حاجه ان هي تكون انوفيوليشن او اوليجو اوفيوليشن، ما هي عندها اوليجو منوريه. تالت حاجه عشان اشخص واتاكد ان انا اعمل بلفيك الترا ساوند عشان اشوف شكل الاوفرس، فهو ملهوش معنى ان انا اطلب فري تستوستيرون، مش هيقدم لي حاجه. فهمت قصدي؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام. طيب بروبوز ا بلان اوف مانجمنت فور ذيس كيس، انا عايز احط لها بلان اوف مانجمنت. ويتش اوف ذا فولوينج اوبشن از كارنتلي اكسكلودد؟ خلي بالكم كلهم ينفعوا، بس في حاجه من دول كارنتلي اكسكلودد مش هتنفعنا بحاجه. بي الله ينور. بي كلومفنسترات. حل السؤال ده فين؟ في كلمه جيرل، هي مش متجوزه اصلا، هي بنت، فليه نديها اندكشن اوف اوفيوليشن؟ 30 year old woman complaining of increasing dysmenorrhea and pelvic pain. She has not get pregnant despite 3 years of unprotected intercourse. Her pelvic examination لقينا ان في tenderness and nodularity of uterosacral ligament and 5 cm right ovarian cyst. ايه الدياجنوزز بتاعنا؟ pelvic endometriosis. تمام. والرايت اوفيريان سيست دي غالبا شوكليت سيست. طيب reliable diagnosis could be attained by which of the following modalities؟ لابروسكوبي. لابروسكوبي. تمام. which of the following treatment option is preferred as initial management of this case؟ B لابروتومي. هنعمل لابراتومي لوحده انفرتايل عندها اوبرتيف لابراتومي بالظبط. هو الاجابه هي هي على فكره، دي كانت كيس في امتحان يعني، برضو في اسئله عبيطه، ده كانت كيس في امتحان. تمام. واللي قبلها كانت كيس في الامتحان، الكيس دي والبي سي او كانوا اسئله امتحان. هيلسي 47 year old bara 2 present with history of regular menses every 28 days since من اول وهي عندها 14 سنه لحد 6 شهور فاتوا. السايكل بتاعتها ابتدت تبقى بتيجي كل 22 يوم بدل 28 يوم. هتقولها ايه؟ هتقول ايه للست دي؟ بي بي بالظبط. هنقول لها ان انت طبيعيه جدا عشان انت بتابروتشي لوقت المينوبوز، فده كده اسمه بري مينوبوزال ترانزيشن. فالترانزيشن ده اشهر حاجه بتحصل فيه ان بيحصل شورتنينج للفوليكولر فيز، فبالتالي بيقل الديوريشن اوف سايكل. دكتور معلش، دي ليه لا؟ انوفيلاتري سايكلز عشان هو مش لازم تبقى انوفيلاتري. خلي بالك انا بقول لك اللي بتقل الديوريشن بتاعه الفوليكولر فيز، عارفه ليه؟ مينلي عشان الاف اس اتش بتاعها زايد، فالاف اس اتش عشان زايد فبيعمل ايرلي دوميننس، فالفوليكولر فيز بتخلص على طول. فاهمين يا شباب ليه القصه دي؟ ليه قصه؟ عشان الاف اس اتش بتاع ستات البريمينوبوزال ده بيبقى زايد اساسا، فهو ايه اللي بيحصل؟ ايرلي سيلكشن ايرلي دوميننس فايرلي اند اوف فوليكولر فيز، بس هو ده اللي بيحصل. تمام، شكرا يا دكتور. 60 years old woman presenting with postmenopausal uterine bleeding was examined by transvaginal ultrasound لقينا ان الاندوميتريال سيكنس بتاعها 12 مللي، طبعا ده كتير جدا. which of the following sampling technique is more reliable as a further step؟ دي بايوبسي. لا كيوريتاج. بصوا الاندوميتريال اوفيس بايوبسي هي طبعا هي الاحسن في كل حاجه عشان سهله ومفيش اناسيزيا وكل حاجه، بس ويز 12 مليمتر سيكنس لا مش هتبقى ريلايبل خالص، هتفوت حاجات كتير مش هتاخدها في السيكنس بتاعها. ايه الابر ليميت بقى بتاعها اللي ممكن تختاروا تقفوا عندها وما ينفعش تختاروا اندوميتريال اوفيس بايوبسي؟ 8، يعني اكتر من 8 ما ينفعش نعمل كده. ده برضو مش مكتوب انا عارف، بس انا فاكر بان احنا يعني وانا طالب كانوا بيشرحوا لنا كده، يعني كانوا بيشرحوا لنا الكلام ده، مش عارف هو مش مكتوب عندكم في الكتاب، بس كانوا بيشرحوا لنا الكلام ده في المحاضرات.
دكتور ايه الفرق بين الاوفيس بايوبسي والفراكشنال؟ الاوفيس بايوبسي دي بتتعمل في العياده يعني من غير دايلاتيشن للسيرفكس ومن غير حاجه، انت مجرد البيبال بايوبسي دي انت بتدخلها جوه السيرفايكال كانال، تدخل هي بتعمل نيجاتيف ساكشن بريشر تمام، فبتشد حبه من الاندوميتريال سيكنس اللي عندك وبتحلله. لكن فراكشنال كيوريتاج ده كيوريتاج يعني هتعمل دايلاتيشن وتكحت الوولز كلها. تمام دكتور، يعني ممكن نقول من 5 ل 8 ممكن بايوبسي عادي، بس اكتر بالزبط. من 8 اندوميتر بالظبط، اكتر من 8 يفضل ان هي تكون فراكشنال كيوريتاج. تمام. 30 year old بارا زيرو asking for second opinion after being diagnosed عندها bicornate uterus. She and her husband are planning to start a family. طيب هنقول لها ايه واحنا بننصحها على البايكورنيت يوترس؟ ايه الموست لايكلي كومبليكيشنز من البايكورنيت يوترس؟ حاجه من دول. بي دي برافو، اللي قال دي برافو حقيقي عشان ده سؤال صعب. البايكورنيت يوترس ناخدها واحده واحده. انفيرتيلتي لا ديفينتلي ما بيعملش انفيرتيلتي. ريكورنت ميسكارجز تخيلوا بقى ان البايكورنيت يوترس مش بيعمل مش من اسباب الريكورنت ميسكارج، لان هو بيقوله بمنتهى البساطه هو لو حصل حمل هيحصل في وان هورن وهو ما فيهوش مشكله فخلاص هيكمل الحمل وما فيهوش حاجه تمام. طيب هل بيعمل بريماتور رابشر اوف ميمبرنز؟ لا، هو ممكن يعمل بري تيرم ليبر بس ما بيعملش بريماتور رابشر اوف ميمبرنز. بريتش بريزنتيشن اه هو بيعمل بريتش بريزنتيشن، انتم مذاكرينها في اسباب البريتش، حتى كنا دايما بنقول باي كورنت بي فور بي بريتش سبسبتيت يوترس فور اس فور اس شولدر، يعني انا كنت وانا طالب احفظهم كده. فبريتش بيعمل سوري الباي كورنت بيعمل بريتش. هل ملهوش افكت على الريبرودكتيف لايف؟ لا، ما ينفعش اقول برده ان هو ملهوش افكت على الريبرودكتيف لايف. يبقى احسن اوبشن ان البريتش بريزنتيشن هو وقت البريجننس هو ده الافكت بتاعه. In the previous case, you explained that additional testing is necessary because of the woman increased risk of congenital anomaly in which organ? إيه الأورجن اللي بيبقى معاه anomalies؟ Urinary. بالضبط urinary. حد يعرف النسبة كام؟ كام في المية بيبقى عندهم مشاكل urinary؟ 25%. 40%، 40%. 17 year old girl undergoes a laparotomy for appendicitis. On laparotomy she is noted to have torted gangrenous ovarian cyst. Torted gangrenous عندها ovarian torsion تمام. عملوا لها ايه؟ هم بيعملوا appendectomy، عملوا لها unilateral oophorectomy. Further exploration reveals complete absence، يعني هم بقى عملوا exploration للبطن كده هم شغالين، لقينا complete absence of uterus، مفيش uterus ولا fallopian tubes. Renal tract appears normal. Vaginal examination revealed a vaginal pouch 3 cm. FSH, LH, serum estradiol are normal. She is about to get married. الأول قبل ما نقول الحل إيه؟ هو إيه الـ diagnosis بتاعنا؟ مين بيقول موريس؟ اللي قال موريس هقطع شراييني، والله العظيم هقطع شراييني. موريس. بنقول 2 ovaries وبنقول 2 ovarian cysts. مولاريان انوماليز هي عندها 2 اوفرز ما فيهاش مشكله. الاوفرز ما فيهمش مشكله يا جماعه تمام، اللي قالوا مولاريان اجينيسيس تمام. طيب ايه بقى الحل؟ شي از اباوت تو جيت مارد. هنحله ازاي؟ بالظبط، هي اصلا الست دي عندها اي مشكله اذر ذان ان هي مش هتخلف؟ طبعا دي مشكله تانية، بس ايه المشكله المؤرقه لحياتها؟ ديسبارونيا بس، لكن هي عندها اوفرز فعامل لها كل حاجه تمام، لكن هي ناقص لها ان هي يبقى عندها فاجينا كويس. فانا هحلها ازاي؟ بفاجينوبلاستي. اخر سؤال 36 years old nonly gravid woman complaining of painful menstruation and failure to conceive after one year of unprotected intercourse. She wonders if she could have endometriosis. Post the finding of which of the following is most valuable to reach a final diagnosis. مين من دول most valuable؟ دي لابروسكوبيك. دي لابروسكوبيك اكيد بالظبط. طبعا ايه ده فيري فيري هايلي سنسيتيف، بس طبعا مش هيتقارن مع لابروسكوبيك فيجواليزيشن اوف امبلانت تمام. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، هو ما تنسوش ان الديفينيت او الديفينيتيف دايجنوزس بتاع الاندومتريوزس هو ان انا اخد الامبلانت ده واحلله هيستوباثولوجيكال تمام، يعني هو ده الديفينيتيف دايجنوزس. بس انا كده فينيشد يا جماعه، اتمنى ان انا اكون فدتكم.
ولو حد منكم عنده اي سؤال ممكن يبعت لي على الواتساب فيسبوك ماسنجر اي حاجه ما فيش مشكله في اي وقت لاي حد منكم وربنا معاكم ان شاء الله. دكتور ومرسي بقى تحضرتك. عفوا عفوا شكرا جدا يا دكتور. شكرا يا دكتور.